بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعي الرابع والناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8. نصبح عليكم بالخير في هذا اليوم الاثنين 9 شوال لعام 1438 هجرية الموافق 3 يوليو لعام 2017. تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني والإخراج الإذاعي، معنا خليفة العنزي في الإعداد والتقديم يعقوب يوسف العوض، ويا مرحبا بكم يانا من الآن وحتى الساعة الواحدة مساء. أنا طبعا راح نستقبل مكالماتكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم تهانيكم رسائل الشكر إذا عندكم على 600551610، ورسائلكم النصية القصير للسمس نستقبل على 7009 للشبكتين صلاة ودو 7009 على الشبكتين اتصالات ودو. تحياتنا للراقدين للحينة بعد ما نشوا، وتحياتنا للمداومين كذلك وللي خارج الدولة مسافرين. لا والله في ناس رقود ايه ولا يدرون، سهر طول الليل ورقاد طول النهار، الله يهديهم ان شاء الله. إذا نحن تواصلين معكم على 600551610، ورسائلكم النصية القصير للسمس نستقبل على 7009 على الشبكتين صلات ودو، 7009 على الشبكتين صلات ودو، لما الأستاذ خليفة يجهز لنا السماعة ويجهز لنا المكالمة. نأخذكم في جولة سريعة في أخبارنا وصحفنا المحلية لهذا اليوم. استعرض القضايا الوطنية في ظل قيادة خليفة، محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان توفير أعلى مستويات المعيشة للمواطنين، وأمام نائب رئيس الدولة سفراء جدد يؤدون اليمين. تشاور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال لقاء سموهما في العاصمة أبوظبي ظهر أمس حول العديد من القضايا الوطنية والشؤون التي تهم الوطن والمواطنين، والتأكيد على أهمية توفير أعلى المستويات المعيشية لشعبنا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأدى كذلك أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مجموعة من سفراء الدولة الجدد المعنيين لدى أو معينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة اليمين القانونية، كما تسلم سموه أوراق اعتماد مجموعة من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدد لدى الدولة. كذلك ترقية 4116 عسكريا في شرطة دبي. ومن أخبارنا المحلية، وأعتقد أن أنا ما أدري، على حسب علمي هو الطيران الوحيد هذا اللي أعرفه، أنا ما سمعت عن شركات طيران ثانية. الإمارات نعمل على مع مطار دبي لتطبيق المعايير، وأمريكا ترفع حظر الإلكترونيات على رحلات الاتحاد من أبو ظبي. رحب متحدث رسمي باسم الاتحاد للطيران بقرار إدارة الأمن الأمريكي أو في الولايات الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات بين أبوظبي والولايات المتحدة، وذلك عقب مراجعة الإدارة المتعمقة وتحققها من الإجراءات الأمنية المتطورة المطبقة في مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر في الولايات المتحدة بمطار أبوظبي الدولي أمس. بخصوص التأمين، انزين هيئة التأمينات محكمة بس محكمة ما في حل ثاني، هي قانونية أكيد، هو متضرر شيء خصه في المدة، لا 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 ما في شيء اسمه قانوني شقه، يعني الحين واحد متضرر مسوي له عملية، العملية خطيرة مثلا وخلصوها خلال 5 أيام أو 6 أيام، أي ربطة بالواحد وعشرين يوم شو خاصة هذا ما يخصه، ما أدري والله على حسب فهمي أنا يعني شو خصه، يعني الحين واحد لا قدر الله سوى حادث وأصاب بإعاقة
والإعاقة هذه تعيق حياته للقدام، يمكن ما يحصل وظيفة مثل ما هو يباها، يمكن ما يقدر يتزوج بسبب هذه الإعاقة، وهاي الأمور الضرر النفسي اللي يترتب عليه. طيب تيجي شركة التأمين تقول والله لازم 21 يوم، شو هالكلام هذا؟ لا لا ما يخصه، أنا اللي أعرفه ما يخصه. حتى يمكن عيسى بن حيدر كان بطلع اللي هو بتشبكه ويا عيسى بن حيدر، ما في مشكلة حتى شوفه. كذلك من أخبارنا المحلية فتح الترشح لعضوية مجلس الشباب المحلية. أعلن مجلس الإمارات للشباب عن فتح باب الترشح لعضوية مجالس الشباب المحلية بالتعاون مع المجالس التنفيذية المحلية للإمارات، وذلك بهدف فتح وذلك بهدف فتح المجال أمام الشباب لخدمة وطنهم من خلال المشاركة في تنفيذ المبادرات الشبابية واستثمار طاقاتهم لرسم مستقبل أفضل لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم استلام طلبات الترشح لعضوية مجالس الشباب المحلية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الإمارات للشباب اللي هو youth.gov.ae/councils من خلال استيفاء الشروط والأسئلة التي تعكس شخصية المرشح أو المترشح ومهاراته التي تساهم في دعم عمل المجالس الشبابية. وتستمر فترة استقبال الطلبات خلال الفترة من 2 إلى 16 يوليو الجاري. وبهذه المناسبة قالت شمة بنت سهيل المزروعي وزير الدولة لشؤون الشباب إن فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية بالتعاون مع المجالس التنفيذية يعتبر فرصة لشباب الإمارات كافة لخدمة وطنهم من خلال منظومة العمل في المجالس الشبابية. وأكدت أن مجلس الإمارات للشباب يفتخر بتعاونه مع المجالس التنفيذية في الإمارات كافة لاختيار أعضاء المجالس التنفيذية من خلال تشكيل لجنة تحكيم تضم ممثلين عن المجالس التنفيذية إلى جانب بعض المختصين من المجالات التي تخص الشباب. يمكن الشروط موجودة على الموقع ما أدري، بس أنا ما عندي شروط معينة، يعني أهم شيء أن يكونوا من الشباب كم الفئة العمرية وغيره. فأتمنى من الشباب اللي يشوفون في نفسهم الكفاءة واللي حابين يخدمون الدولة، وأعتقد الكل حاب يخدم الدولة، يشارك ويأخذ العضوية في هذه المجالس الشبابية. خلنا نقول خليفة ما يبتلي السماعة. كذلك من أخبارنا المحلية لتمديده إلى مكان إقامة فعاليات معرض إكسبو 2020 إغلاق جزئي في الخط الأحمر للمترو الجمعة والسبت لمدة 10 أسابيع. كذلك تدشين شارع النخيل منتصف الشهر و10 ملايين لصيانة مرافق 15 منطقة في العين، وشكاوي لعدم إنارة الواجهة المائية بدبل حصن. إذا نحن متواصلين معاكم على 600-551-6100 ورسالكم نصيل قصير للسمس نستقبل على 7009 للشبكتين اتصالات ودو. قول ألو. عليكم. ألو. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عندي موضوع. تفضل يا أختي، منو معي بس؟ ها؟ منو معي؟ معك إلهام اليمني. من وين يا أخت إلهام؟ أنا من رأس الخيمة بس حاليا في أبو ظبي. لا هاي إلهام، هاي أحلام. أنت من وين يا أخت إلهام؟ من وين؟ أنا من رأس الخيمة. من أي دولة؟ أنا مغربية. مغربية. بس زوجت مواطن. تفضلي يا أخت إلهام. زين أنا موضوعي موضوع زوجي. زوجي من يوم 27 في رمضان انزين سوت له كبسة كمين. زوجي عليه قضايا مالية. المهم كنا دافعين حق الديوان ولي العهد أبو ظبي. ما يخصني في الديوان، عندك شيء ثاني قولي. عندي أنا طالبة بس ورقة واحدة. ورقة شو؟ طالبة لأنه هم طالبينها مني. ما فهمت. على أساس أن زوجي متوقف سجن الوثبة. زين. ما في حد قدر أنه يساعدني، عارف أنا حامل 7 شهور. ما عليك، كلمي أهله. ما خليت مكان. كلمي أهله. كلمي أهله. أمه تعبانة.
ما في حد. أكيد عنده أنا بس إخوان بروحي أكيد. اللي أركض، ما عنده، هو البتشر، ما في حد. أنا الوحيد اللي أني أركض قسماً بالله، من يوم 27 رمضان وأنا أركض لليوم، زين توني جاية ليش من سجن عليه ديون؟ الوجبة بس عشان الورقة. أه ليش عليه ديون؟ ما بعلي ديوان، هو على ليش عليه أساس ديون؟ ليش سوى لك ديون نفسه؟ علي مالية. إنزين ديون عليه مالية، كان المفروض يداوم ويسدد دينه. تراكمت. إنزين وليش ما يداوم؟ هو يداوم في القوات المسلحة إنزين ليش؟ لأنه كان انسجن في رأس الخيمة 11 شهر، وطلع وفنشوه من القوات المسلحة على أساس إنه يرد طلب، على أساس إنه يرجع مرة ثانية يعني بعد، لأنه هو كان طالع بس مهلة، مهلة في رأس الخيمة فقط. على العموم يا أختي، الحين هذا موضوع دين، هو بينسجن وما بيطلع عليه لين ما يسدد الدين أو يشوفون شو الإجراء اللي أنا ما بتتم. طالبة شيء، أنا ما طالبة حد يسدد، أنا طالبة بس الورقة هاي، ورقة شو؟ ورقة إنه هو متوقف في سجن الوثبة. ما حد عطاني، كل ما أسير مكان أسير مركز يقولوا لي روحي هو للنيابة ما يخص، ما أسير يخ... اللي لحظة لحظة شوي، ما يخص سجن الوثبة، يخص انه هو وين طالع عليه امر القاء القبض. انزين هني في أبو ظبي، لا لا لا، الامر وين طالع عليه؟ في اي مركز طالع عليه؟ في اي امارة؟ في إمارة أبو ظبي في مركز الرحبة. يا اختي هاي المركز اللي كويس. طالع عليه الامر منه، يعني الحين هو ماخذ الدين من وين؟ ترى أنا قلت لك في مركز الرحبة لا في أبو لا ظبي. جاوبيني اسمعيني انت زين، بس ركزي وياي الحين. هو الدين اللي عليه في وين؟ هني في أبو ظبي. في البنك لا مو في بنك تشيكات. شيكو. هي زين وفي اي مركز قدموا عليه البلاغ؟ في مركز الرحبة. مركز الرحبة. انزين والحين مسكوه وين؟ في ابو ظبي. في أبو ظبي هي. وهو موجود حولوا على مركز كم الرحبة، صار له؟ وأنا الحين من يوم 27 رمضان، من يوم 20 في الشهر اللي طاف. 20 يعني تقريبا 13 يوم. زين تروحين مركز الرحبة هم بيعطونك ورقة. والله يا أخوي إني سرقت، أقول لك أنا الحين 13 يوم وأنا أركض شو قالوا لك؟ إني سرقت. تخيل إني صرت هناك، قالوا لي لا والله روحي المركز خليفة ألف. رحت لين هنا، قال لي نحن ما يخصنا في الموضوع، فهمت كيف؟ رديت مرة ثانية عندهم، قال لي لا والله نحن بعد ما يخصنا. قالوا لي لين ما يتحول المركز لوثبة. اليوم أنا رحت على أساس الورقة، قال لي نحن ما يخصنا، ما نقدر نطلع لك الورقة هاي، يعني أنا ديوان طالب مني الورقة هاي عشان يسووا له تسوية الموضوع، فهمت كيف؟ لأن الديوان طالب مني بس إنه هو متوقف في المكان هذا وصورة هويته وصورة جوازه. ان شاء الله فالش. طيب تخيل اني ما خليت مكان وانا حامل في 7 شهور، ما خليت مكان، عندك رقم ما تليفونها؟ دقيتها. خلاص اخت الهام، بنشوف، بنكلم حد بنشوف شو الاجراء بالضبط. ما بعرفني يعني ليش مو طايعين يعطونك الورقه، اكيد في شيء. والله انه ما طايعين، توني انا جايه من هناك، وتخيل اني انزل من راس الخيمه لين ابو ظبي. ياتي لمركز الرحبه؟ هيه ما خليت مركز الرحبة، ما خليت، الحين توني أنا جاية من سجن الوثبة. زين اقول لك رحت النيابة، ما حد حولك على النيابة؟ راحت للنيابة ها قلت لهم أنا زوجته وأعطيتهم كل شيء، قالوا لي ما نقدر، إحنا ما نطلع ما نقدر نطلع لك الورقة من هني، لأنه هو متوقف بس هني مؤقت، كان موقفين 10 أيام. ترى انا اللي زين اعرفه ان من المركز اللي طالع من البلاغ وين ما ينمسك يتحول لنفس المركز اللي طالع من البلاغ، هذا اللي اعرفه. انت أدري تقولي لي الحين أنا البلاغ صرت طالع من صراحة مركز الرحبة، فمفروض هي من من مركز مركز الرحبة. الرحبة. زين خلينا الحين ما عليه، خلينا نشوف حد، يمكن حد من الاخوان يتواصل ويانا ولا غيره، بنشوف شوف شو الاجراء. توصلات. شكرا، مشكور، حياتي ما اختي، تقصر. حياتي. زين ما اسمعك. الو. الو تفضل يا اخي. السلام عليكم عم ابو يوسف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك محمد. من وين يا محمد؟ انا مصري سواق شحن. كان عم ابو راشد بيقول ما فيش شكاوي ملاحظات، انا ما بقول لكش لا شكوى ولا ملاحظه.
يعني دي استغاثة. انت حضرتك احنا بنطلع طريق العابر والله ابنه في 3 ساعات، والشركة اللي بتعمل الطريق يعني حارة مسكرين حارة واحدة، يعني مرحلة 3 دقايق بنقعد فيها 3 ساعات. عم ابو يوسف وين هذا محمد؟ حضرتك انت ما بتيجي من راس الخيمة طالع باتجاه دبي اكيد بتشوف الزحمة دي. نعم. اما تيجي من اتجاه الزيت طالع جسر 7 باتجاه دبي قافلين الطريق من 8 شهور على حارة واحدة. المشكلة ان هم قفلوا لنا حارة وصابوا حارة، والحارة اللي قفلوها شالوا الزفتة بتاعتها الاسفلت بتاعها وحطوا نفس الاسفلت، وخلصانا من حوالي 15 يوم حد يكلمهم يفتحوها. يعني والله يا عم ابو يوسف تعبي، والله تعبي. يعني لو انت رايح دبي او جاي من دبي يمكن بتشوفني. وين الشارع بالضبط لو تحدد لي المكان نقطة؟ حضرتك انت جاي على العابر، من العابر من اتجاه راس الخيمة باتجاه دبي دي من بيبقى من عند جسر فلك المعلق زحمة، الزحمة بتستوي من عند جسر فلك المعلق. كمان جاي من اتجاه الزيت عشان من عند مصنع الاسمنت تطلع جسر 7 عشان تروح العابر على دبي، من هنا برضو الزحمة. شو الحل قلت لي محمد؟ شو الحل؟ يعني الشركة تفتح لنا الحارة اللي سوتها. الحارة مخلصة يعني ما فيها شيء؟ ما خلصوها والله يا عم بيوس، والله العظيم. من متى مخلصينها؟ خلصناها بقى 15 يوم. يعني زين عفوا محمد معلش محمد، يمكن في تفاصيل فنية نحن ما نفهم فيها. هذا القار اللي رصفوه أو الزفت على قولتك اللي رصفوه، هذا يمكن محتاج فترة معينة على أساس أنه يثبت ويركز ويجف، على أساس أنه ممكن الشاحنات تمشي عليها. أنا ما أدري، أنا الكلام هذا من عندي، أنا مش متأكد. ماشي، هو المكان ده بيطوروا جسر البديع، بيطوروا جسر البديع زي جسر نشنة. إن جم يبدأوا من طريق الجامعة فتحوا لنا 3 حارات نفس بعد ما خلصوهم ب15 يوم فتحوا الجار، فتحوا الطريق عند أدنك. يعني أنت تشوف زي هذا الحين العابر باتجاه رأس الخيمة، جسر الفلي صح؟ باتجاه دبي. لا باتجاه دبي. باتجاه دبي. باتجاه دبي. من عند مفوضية الكشافة بتاع الشرقة والمسجد اللي تحت كده أصدر، من عند أدنك الجديدة اللي فيها. أيوة. لو سألت أي حد هيقولك التريلات واقفة. لو وقفت دلوقتي التريلات واقفة. 11 بالليل واقفة، 2 بالليل واقفة، 3 بالليل واقفة. أنا أقسم لك بالله أنا فتران تلتين رمضان في المنطقة دي. وكم المسافة هذه؟ المسافة اللي فيها التحويلة بالضبط ما تكملش كيلو. نزيل أقل من كيلو. خلصوا. خلصوا يعني لو فتحوا الحارة اللي إحنا ماشيين فيها دلوقتي والله عم أبو يوسف مش بقى حفر. كم تأخذون يعني فيها محمد؟ يعني أنت على تسهيل ربنا ممكن تيجي من لو جاي من طريق الزيت ممكن تقف عند جسر 9. ممكن تقف عند جسر 8. لو انت جاي من طريق فلك المعلق ممكن تقف عند جسر فلك المعلق، ممكن تقف عند دخلة الرحمنية، ويمشي بقى واحدة اثنين واحدة اثنين واحدة اثنين كده. يعني تمشي. انا اتذكر الملاحظة وصلتنا. انا اتذكر قبل فترة جتني نفس الملاحظة يا اخي، ما ادري والله شو الحل. والله بقى لنا 8 شهور في كيلو. المشكلة شالهم الزفتة بتاع الحارة وحطوا نفس الزفتة بنفس المأساة. لا انت ما هي مش مسألة شالوا وحطوا يا اخي، مش فلوسهم زايدة على اساس يشيلوا ويحطوا، لازم في خلل معين. انا مش على فلوسهم. طب خلاص افتح لنا بقى الايه الحارة. المشكلة احنا مركزين على حارة واحدة دلوقتي بقت حفر كبيرة، يعني عشان مثلا لو اخاف انا بعد يفتحون الحارة هذه وردون يسكرون الحارة هذه على اساس يسوي لها صيانة وبديش في نفس المشكلة مرة ثانية. لا ما بندشش لان احنا لا انت الحين الحاره اللي تقول انت الحين على انت تقول لي انتوا على حاره واحده صح؟ والحاره هذه اختربت الحين فيها حفر. زين ترى بيردون يسووا لها صيانه بعد، بندش في نفس المشكله مره ثانيه. ما انا هقول لك بتيجي شركه يوم خميس على جمعه كل اسبوعين او ثلاثه تعمل لنا الحفره يوم الاثنين وبتبوظ ثاني. يوم الخميس والجمعه او السبت بيكونوا مسكرين الحاره دي وماشيننا في الحاره اللي هي ايه الثالثه، الطريق 4 حارات بيبقوا مسكرين ومشينا في الثالثه.
اما بنبقى ماشيين على طريق عادل ما فيهوش حفر ما فيش زحمه في السيو. زي محمد خلينا خلينا نشوف نحن وزاره البنيه التحتيه تطوير البنيه التحتيه ان شاء الله وزارة الأشغال يعني سابقا نشوف شو الحل فيها. يعني لو كحل مؤقت حتى لو يفتحون شارع خارجي برع الخط الأصفر هذا على أساس أنه بس على أساس أن الشارع يتحرك يعني حتى لو بدون أسفلت. أنت حضرتك لو شفت لو أنت رايح دبي أو جاي من دبي ابقى عدي وشوف. لا معروف يا أخوي معروفة عدي وشوف عدي وشوف إن شاء الله يا محمد يعجبك عدي وشوف فالك طيب. المشكلة الناس في ناس بتاخد الحاره الثالثه ده اسمه تجاوز. في ناس بتمشي من على الخط الاصفر برضه اسمه تجاوز. وانت شايف يعني انا ما عنديش لا انا هقف في الزحمه ولا اعملش غلط. اتصلنا على 901 الناس بتمشي احنا اللي ماشي نظام في حارته واقف محله واللي ماشي من على الخط الاصفر بياخدها في 5 دقايق اللي ماشي من الحاره الثالثه وبياخدها تجاوز 5 دقايق. يا جماعه احنا ماشيين نظامي ما احنا لو طلعنا هنتخانق خلاص انا بعد دوري ما فيش حد بيجي ونقف واحنا واقفين. خلينا نشوف العربيات الصغيره العربيات هاي تابعه للشارجه صح محمد هاي تابعه للشارجه اه انزين اه هي بتبقى بنبقى احنا في منطقه الشرق. فالك طيب يا محمد خلينا نشوف ان شاء الله. الله يبارك لك عم ابو يوسف وعدي وشوف. الله يعينكم. لو عدوت شوف الناس اللي انا نفسي انا اقول لك انا لا اعدي ولا اشوف انا اقطع مسافات طويله عشان ما اوقف في الزحمه لان عندي حاله نفسيه تستوي. يعني افضل اني اقطع مسافه اطول بوقت اكثر بس السياره تمشي ولا بني ادخل واوقف في الزحمه. لا حضرتك ده العربيات بس انتم ما عندكم حل ثاني يعني حتى ما في طرق بديله صح؟ ما في. لا هو شارع هذا لازم الله يعينك. تطلع طريق المطار في كاميرا بتصور اللي يخش طريق المطار ممنوع اي طريق ممنوع. السيارات الصغيره اللي جايه من راس الخيمه هتلف في كتر 7 وتنزل طريق الزيت. انا والله ساعات ببقى واقف زعلان عليه مش عارف يعدي مننا. احنا واقفين زي الحيطه ستاره مش عارف يعدي مش عارف ينزل يلف ربك. اللي جاي معانا من طريق الزيت عايز ربك يطلع عايز يطلع فوق مش عارف يعدي مننا. خلينا نشوف يا محمد فالك طيب ان شاء الله. حياك الله يا محمد حياك الله يعينكم ان شاء الله. الله يبارك الله يبارك ومتشكرين عم ابو الله يحفظك. نحن نقول حق كل سائقين شاحنه الله يعينكم وعساكم على القوه وحاسين بمعاناتكم تحملوا شوي ان شاء الله اليوم ما تنفتح الشوارع ما في حل ثاني يعني. زين نقول الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ابو يوسف صباح الخير يعطيك العافيه. النور السرور يا مرحبا فيك. ابو ريان معك. تفضل. من وين يا ابو ريان؟ سوري جنسي مقيم بالزيت. تفضل. بس بدي زيد على كلام الاخ محمد. انا قبل رمضان حكيت معك بخصوص موضوع الزحمه الموجوده على شارع الامارات. يعني زحمه لا تطاق. الله يجزيهم الخير ما قصروا. اول يوم ثاني يوم اشتغلوا بعد ما اشتغلوا بيومين ثلاث رد خرب الاسفلت اللي اشتغلوا. إذا بتعمل معروف يعني لا فينا نحن نتجاوز لا فينا نضلنا باللايم. ارتفاع الزفت لا يقل عن 20 سنتيمتر خربان. يعني الشاحنة ما فيها تمشي لا فيها تمشي لا سيارة صغيرة ولا شاحنة فيها تمشي على السايد الأول. يا أما يسكروا الحارة يفتحوا الحارة الثاني. يعني هو الطريق ثلاث حارات. الحارة الأولى خربانة يسكروها ويشتغلوها ويفتحوا الثاني والثالث. زين الحين حارة الثاني والثالث مخلصين الشغل فيها؟ لا لا هو الطريق العابر اربع حارات. زين الحارة الاولى مسكرينها. هي عم نمشي على الحارة الثانية. الحارة الثانية هلا خربانة. زين خربانة ما فيك تمشي عليها. يسكروها ويمشونا على الثالثة والرابعة. الرابعة ما بدنا نمشي عليها يا ابن الحلال. يمشونا على الثالثة. زين بس الثالثة والرابعة مال السيارات الصغيرة. ما هن مسكرين معطينا نحن حارة للشحنات حارة وفتحين الثاني والثالث. ما هم مسكرين الحارة الأولى والحارة الثانية للشاحنات والثالث والرابع حق السيارات الصغيرة صح؟ صح. زين أنت تقول يفتحون شو يسوون؟ يسكرون الأولى والثانية. الحارة اللي هلق نحن عم نمشي عليها خربانة يسكروها. زين بس يسكروها شغلة يوم يومين بس ليصلحوها. أيوة معنا حارتين
سيارات صغيرة بتاخذ حارة والشحنات بتاخذ حارة. زي إذا هو يوم يومين ممكن يسوونه في إجازة نهاية الأسبوع أساس تخف الزحمة، ما في زحمة ما في سيارات ممكن. يا أبو يوسف أنا ممكن قبل رمضان بيوم أو يومين حكيت معك ما قصروا الجماعة، ممكن بعد الاتصال بيوم أو يومين اشتغلوا يعطيهم العافية جزاهم الله خير. بس الشغل ما دام ممكن دام يومين ثلاث أسبوع زمان بعدين رد خرب. لأنه الشغل ما بتعرف لا في قلع زفت، لأنه هذا الشغل بدك تطلع على السلك من أول إلى آخره، بدك ترجع تزفت من أول جديد، بدك تصبر عليه تمنه ينشف. يعني بيوم يومين ما يعني الشغل اللي عم يشتغلوه بده صبر بس. واضح يا محمد بريان واضح. يعني ما عم نطلب منه شيء، يفكرون الحارة الخربين ويفتحون لنا بس الحارة الجديدة. واضح واضح يا بريان. يعطيك العافية. حياك يا طويل العمر. شكرا شكرا. حياك. ترى اخواني هم بعد لا الحين بعد نحن انا ارجع اقول نحن حاسين معاناتكم، بس بعد الجماعه ترى ما مقصرين جزاهم الله خير، عندهم لجان التابع، عندهم لجان تستبق حتى بعض الشوارع في حال ان فيها خلل بسيط يحاولون ان يتلاحقونه ويعالجونه. لكن ومثل ما قال بريان يمكن قبل فترة أنا قلت أن في حد طلع وياي يتكلم عن نفس الموضوع، بريان بروح أكد أن استمعوا الجماعة جزاهم الله خير ويو سووا صيانة، لكن الصيانة يمكن ما دامت أو انقطعت، بعدهم مجبورين وملتزمين بعد بجداول معينة بإجراءات معينة بميزانيات معينة ما نقدر نضغطهم، لكن نحن نوصل الصوت وإن شاء الله الجماعة راصدين البرنامج وبيشوفون شو الحل، لأن المشكلة قاعدة تتفاقم. ما نبغي بعد نوصل لمرحلة أن تري لا قدر الله يستوي حادث خطير ولا غير، لان في سيارات صغيره تي مسرعه الشاحنتين نفس المكان قريبه بس يعني نفس، لانه مش معقول يعني شغله كيلو واحد او كيلوين يتعطل الواحد 4-5-6 ساعات. ف الله المستعان الله يعينكم ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله من وزاره البنيه التحتيه بعد الاهتمام في الموضوع يشوفون حل مؤقت، يعني ما شاء الله عليهم كلهم مهندسين وكفاءات. يعني ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة التلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجب 107.8، ورحب بمكالماتكم على 600-551-610 ورسائلكم النصيه القصير للسمس نستقبل على 7009 على الشبكتين صلاة ودو 7009 على الشبكتين صلاة ودو. الأخوان المطرشين الرسائل راح أقرأ رسائلكم كلها، ما في داعي تطرشوا مرتين، لا حد يطرش الرسالة مرتين، كل الرسائل إن شاء الله بقراها فالكم طيب. نزل عطني مكالمة خليفة. ايه مشغول عاد انت، مشكور يا ابو احمد. ابو احمد صح واللي كان عندنا، جزاك الله خير يا ابو احمد على توصيل الامانه وما قصرت وفي ميزان حسناتك يا طويل العمر، ما خليتنا نشوفك قبل لا تروح بنسولف وياك شويه، بس شكلك مستعيل يا ابو احمد اذا تسمعني راعي البي ام. انزين نقول الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا مرحبا تفضل. الله يعطيك السلامه والعافيه. والله أنا سعيد جدا بسماع صوتك والله، والبرنامج الطيب المبارك ربنا يجزيكم عن نفسه يا رب. الله يبارك فيك. تفضل يا أخوي منو معي؟ أبو أحمد. أبو أحمد؟ نعم شرجة. من وين يا أبو أحمد؟ أنا مصري. عندك صدى أحمد أبو أحمد؟ نعم عندك صدى صدى. لا أنا بكلم حدك بالتليفون والله مش من السيارة من التليفون. زي تفضل أبو أحمد. الله يعزك فيك أخي يوسف. الله يبارك فيك أبو يوسف. أنا في يوم 17/4 الماضي دعمني أخ عماني بالسيارة بتاعته، وكان في حالة حسب التقرير حسب المحضر كان في حالة من السكر، يعني كنت أنا وابني في السيارة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى نجانا أنا وابني الحمد لله رب العالمين من الحادث، إلا أنه ترك يعني لي في الحادث دمر لي السيارة، جاب السيارة تبع البنك حتى الحين عشان مش هطلع على حضرتك، حتى الحين عملت المحضر في نيابة دور الشرجة والله يبارك فيه. يعني بشكر سعادة الوكيل النيابة اللي كان مسؤول فيها يوم الحادث ده، يعني استقبلني ورحب بي وخير استقبال والله، ربنا يجزي عنا خير يا رب سالم الزهادي ربنا يبارك فيه. ولكن يعني أنا مش عارف شو أسوي. شو الموضوع أبو أحمد اختصر علي الله يرحم والديك. الموضوع الله يبارك فيك القضية حتى الحين ما حكم فيها شيء، الأخ مسجون
ولكن البنك طلب مني المبلغ بتاع السيارة، مش عارف اعمل ايه. هالقضية في المحكمة؟ نعم قضية في المحكمة، وهو طيب. مسجون حتى ما في حد من اهله حتى الحين يتواصل معايا، ولا اهل بيذهب بزوره، ولا في اي حد خالص، مش عارف اعمل ايه. بعدين والامور ابو يوسف يعني مش عارف ايش اسوي انا، يعني بمجر سيارة. حبيبي انا شو اسوي؟ يعني انا بعرف حكم على الموضوع، يعني بعرف موضوعي بس اكثر واقل. موضوعك في المحكمة يا طويل العمر، مش عندنا نحن. نعم موضوعك في المحكمة يا طويل العمر، موضوعك في المحكمة. الله يجزاك الخير خليفة. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. الله حياك الله. نقول الو. الو الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابو يوسف؟ يا مرحبا يا اخي. مرحبا بك. مرحبا بك يا ابو يوسف، معك خالد مصري. خالد مصري، اهلا وسهلا بحضرتك. وين موجود خالد؟ في الامارة؟ انا في امارة عجمان. تفضل يا خالد. انا كان عندي مشكلة بسيطة خالص. انا كان عندي اخ صديق يعني ليه هنا في البلد، توفى التاريخ 7/4 الله يرحمه، وبعد كده نزلناه مصر وكده يعني. وبعد كده كانت تطلع له كان مدرس، انا شغال مدرس هنا في الامارات. بعدين المستحقات بتاعته يا دوبك كانت يعني اللي هو ال يعني بتاع نزول بشمال مصر وكده، وتذاكر الطيران كان معاه زوجته هنا وكده، فيا دوبك كانت تذاكر يعني الفلوس اللي طلعته من المدرسه يا دوبك كانت على قد الحاجات ديت. بعدين هو عنده سياره تبع البنك، رحت طبعا انا معايا كل اوراقه وكل حاجته كلها، رحت تبع البنك تبع شركه التحصيل تبع بنك دبي الاسلامي، رحت فرع دبي ورحت فرع الشرق وفرع عجمان. كل واحد بيقول لي اللي هو مثلا هياخد السياره، وفي اخر لحظه يقول لي لا ما اقدرش استلم السياره، لازم تدفع فلوس السياره. قلت له طب الراجل متوفي ما فيش حد له هنا اصلا، ازاي اقدر ادفع فلوس السياره؟ رحت مع كذا بنك نفس الشيء، يعني نفس مثلا كان فرع دبي المركز الرئيسي، بعد كده طلعت على فرع الشارع الفرع الرئيسي برضه في شارع مويلة، ورحت فرع عجمان هنا، كله قال لي نفس الشيء. السياره موجوده دلوقتي حاليا بقى لها 4 شهور تحت البيت عندي، ما بعرف شو اسوي فيها الحين. ما ادري والله، احي البنك مش طايق يشتري يعني السياره. يعني المشكله عشان هو ده دين عليه يعني، يعني هي الفكره كلها يعني الراجل توفى خلاص، بس ده يعتبر دين عليه يعني. احنا سالنا الشيوخ هنا قالوا اللي هو لازم البنك ياخد السياره ويستلم اللي هو خد السياره. كل البنوك يقول لك ماشي هناخد السياره وكل شيء، ويجي في الاخر يقول لا ما اقدرش استلم السياره، لازم تسد فلوس السياره. اقول له الراجل توفى، هذا شهاده الوفاه الاصل بتاعته مصدقه من الخارجيه هنا الاماراتيه. بيع السياره يا اخي ما نقدر، ما تبع البنك ما بنقدر نعمل فيها اصلا، لا حد يقدر. وغير كده كان هو لسه عريس جديد، لسه شاب اصلا حبيبي يعني. هو متوفى وعنده اوراق بان الريال توفى، فالاملاك تروح لحد من اهله، زوجته هي تكون وصيه او ما هو اهله بقى. زوجته كانت حامل لسه والده من يومين، لسه صغير في السن يعني، لسه كان مدرس صغير 30 سنه يعني. وتوفى قضاء وقدر يعني، مش ما فيش يعني، توفى هنا كان في مستشفى خليفه يعني بدون اسباب يعني. طبعا عشان نعمل اعلان وراثه في مصر وعشان كده بتقعد فترات كبيره اصلا يعني. عندنا ذات حتى مرات لسه والده لسه بقى هيشوف اهله يعملوا اعلان وراثه ويجي هنا الورق يتصدق هنا. انا مش عارف ايه الحل يعني، يعني مش عارف يعني. السياره موديل كام؟ 2012. شو من السيارة؟ فورد فوكس 2012. وكم سعرها؟ هو عليه في البنك 19,600، قال لي لو دفعت الفلوس كاش 17,200، وغير كده يقول لي في الاخر خالص يقول لي طب استلم السياره هتمضي لي بورقه اللي انت اللي اديتني السياره وانت ملزم، لان هو البنك بعد كمان بيقول لي انا ما اقدرش ابيع السياره لان السياره ملكيها باسم شخص. قال لي احنا بنرفع قضيه، القضيه دي بتتكلف 5000 درهم عشان نقدر نسترد اصلا نقدر نبيع السياره. الحين مش معقول البنك ما عنده اجراء او مش عارف ممحن، ما عنده قانون في حال ان الشخص اللي ممول اي شيء عنده مسلفه او سياره او عقار او شو ما كان يتخذ فيه اجراء، يعني مستحيل يعني.
انا قلت له نفس الكلام حضرتك قلت له، قلت له كده استحاله اصلا، يعني لازم يكون في بند راجل توفى اصلا، يعني لازم يكون في اليه عندكم تبعكم انتوا ان انتوا تقدروا تتصرفوا في السياره. قال لي ما بنقدر نتصرف في السياره، احنا لسه هنرفع قضيه. هي كم سعرها في السوق؟ هي بتعمل لها حوالي 12000 او 11000 عشان تبقى. هنا السعر كبير يعني، هو ما كانش بيستخدم يعني، هو لسه جايبها يعني تبع، وطبعا مش جايبها من الوكاله، هو جايبها تبع شخص يعني، بس لسه جديده السياره اصلا. بس تشوفها دلوقتي صعب على الواحد يعني، يعني عليها تراب يعني، بحاول كل فتره اغسلها بس ما بتنفع اصلا يعني، بقى دلوقتي تقريبا 3 شهور واقفه تحت البيت، ما بعرف شو اسوي فيها اصلا. ما ادري والله شو اقول لك. اذا في حد عنده حل ان شاء الله بنتواصل وياك يا خالد، واذا في احد من المسؤولين من البنك دبي الاسلامي يتواصل ويحلل هذا الميت ان شاء الله المتوفى الله يرحمه الله يخليه. بجزاك الله كل خير. وياك ان شاء الله. والله انا اول مره اتصل ببرنامج في حياتي اصلا. فرصه سعيده يا خالد، الله يحفظك. الله يسعد والله يحفظك. زين السياره بس قلت لي موله من اي بنك؟ مش من اي في اي اماره؟ انا في اماره عجمان. عجمان ان شاء الله. فالك طيب، ربنا يخليك. جزاك الله كل خير. حياك وياك ان شاء الله. زين هذا على قولت القايل، يوم يصير حق موظفة طبعا بصفة عامة مش في دولة معينة، هي يطيح على الدين ترى أساس المفروض يستلمون السيارة، لكن هم يوم شافوا نفسهم يمكن شافوا نفسهم خسرانين، السيارة تسوى لها 10,000 12,000 وهو باقي عليه مثلا 15,000 16,000 أو 17,000 قالوا لكاش، وعليها دين 19,000، فيقولك ميت لازم بيدفعون عنه وبيشلون السيارة وبيبيعونها، فهم ما يبون يتحملون الخسائر، فكل حد يتهرب. هذا أنا شغال بالبنوك المالية وبالمالية، وأقول القانون يقول الميت يطيح دينه لو 1,000,000، هذا قانون دولة. زين بس هاي سيارة كيف الإجراء فيها؟ فإذا في حد من المسؤولين في بنك دبي الإسلامي ممكن يتواصل وياني يعطينا آلية، طبعا أنت مش مجبور لأن هذا قطاع خاص ونحن ما يخصنا في القطاع الخاص، لكن ساعدوا الريال في الآلية فقط يشوف شو الآلية. انزين أقول لك ولا ما في داعي أقول؟ ها ما سمعك اللي مطنشر شو هي هي. انزين منو ها؟ عبد الخالق أمين. عبد الخالق أمين. زين يا عبد الخالق امين نتصل فيك ما ترد يا عبد الخالق امين. شو جنسيته؟ شكله مش مواطن. عبد الخالق امين على اساس اقول لكم شو سالفته. عبد الخالق امين كل يوم يطرش رساله ينتقد فيها وجود الوافدين، مسمي عمره ابو فهد. زين ونتصل فيه ما يرد علينا ما ادري ليش، كل يوم الوافدين سبب كذا، الوافدين مسوين كذا، الوافدين كذا، الوافدين كذا، دائما دائما بصفة دائما، فنتصل فيه ما يرد ما ادري شو سالفته. الاخ اللي رقمك 0557164 واصلتني منك علامات استفهام، ما في رساله. زين نقول الو. الو الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. صبحك الله بالخير. بالنور السرور يا طويل. يوسف كيف حالك؟ عساك بخير. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. أخوك سالم وياك. تفضل يا ابوني. من وين؟ من إمارة دبي. تفضل يا طويل العمر. طبعا أول شيء بالنسبة للريال اللي يتكلم قبل شوي بالنسبة للسيارة، نعم دائما ترى وانت يوم تقدم على قرض أو شيء انزين فأوردي يعني انت تأمن على القرض نفسه. طيب يعني يراجع القرض نفسه في تأمين عليه، تأمين للحياة أو مش القرض يا طويل العمر، السيارة مولة وهو البنك مش طايع يستلم السيارة، كل حد يحول على فرع معين. هو عامة هذا هو الموضوع المتعارف عليه، انك انت قرض شخصي او هي قرض اوكي مثلا سيارة. الحين انت عارف انه مأمن وخلاص بتنسى يعني، ما بصير البنك ولا بتراجع، هم البنك بيسوي اجراءاته، لكن الحين انا عندي اصول، عندي شيء مالكنا السيارة شو اسوي فيها؟ مالك السيارة تسلمها على طول. ترى مو طايعين يستلمونها، وين اسير اقعد عند البنك واروح؟ مركز الشرطة 1-2-3 الموضوع الشخص هذا البنك رافض يستلم. ممكن صح كلامك. اي نعم ايوه على طول اثبات حاله وعلى طول جماعه هم بتون تستلمونها تستلمونها. حلو.
بما أن هي بعد المالك الأولاني اللي هو أنا والمالك الثاني هو البنك. صح. إذا راح المالك الأولاني وفي إثبات خلاص المالك الثاني على طول هو يقوم بالإجراءات. جميل، جزاك الله خير يا أبو سالم. ما يتم لنا نحن الصراحة. جزاك الله خير. عارفين الموضوع هذا من زمان. جزاك الله خير. هذا موضوع الأول. الموضوع الثاني يا طويل العمر بالنسبة للرسوم. نعم. هي ما أبغى نتكلم بصفة معينة. هي الرسوم حين الرسوم المحكمة إنزين زادة. بالنسبة يعني ما نقول إحنا 100-300%. في من الناس تروح تصدق أوراق أو تصدق شيء. إنزين. المحكمة في البيت قصدك؟ بشكل عام أنا ما بتكلم عن صفة معينة عن شخص معين أو محكمة معينة، أنا أتكلم بصفة عامة. أنت تروح مثلاً شو مطالبك؟ إنزين مطالبي النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة عند الطبع تكتبها. كل نقطة عليها مبلغ معين. قبل كان أنت مثلاً تصدق أو شيء بمية درهم، يعني شيء رمزي. الحين أصبح عن كل نقطة تأخذ يأخذون مبلغ معين، فأصبح شيء ثقيل يعني على الإنسان. ما بالك الأمور الثانية اللي هم مثلاً مطالبة مالية طالبك ومحكمة وأنت وسمونا أن نسبة المبلغ نفسه يأخذون عليها نسبة بعد. مثلاً أطالبك على سبيل المثال مليون. الله لا يقول. يعني يحتسب نعم يحتسب المبلغ. في 10% زين بس هي 10% من المبلغ ولكن لا يتجاوز مبلغ كذا. يعني مثلا المليون اذا قلنا 10% فيها كم؟ مثلا 100,000 زين 100,000 فلا بس رسوم المحكمه تقول لك والله نحن ناخذ 10% على المبالغ الصغيره، لكن اذا وصلت مثلا 30,000 خلاص يوقف على 30,000 كذا قصدك؟ لا 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 ما يوقف. لا لا هذا اللي اعرفه انا، هذا حاصل يعني في المحاكم او أنا ما ادري، انا اتكلم عن بعض المحاكم. نعم ايه نتكلم عن امور شرعيه. زين الامور الشرعيه كل نقطه بمبلغ 100 100 100 100 100. طبعا انت تبغى الشيء الفلاني، ابغى الشيء الفلاني، ابغى الشيء الفلاني، هاي كلها تنحسب كلها 100 100 100 100. تطلع تلاقي مبلغ كبير. وما بالك لغايه ما تحصل امورك، يعني تحصل اللي انت تبغيه. زين تروح بعدك محكمه، بعدك تصديق الاوراق، بعدك المحامي، فيطلع عليك المبلغ يعني فوق ما لا يطاق. المحامي يروح بعد مبلغ وقدره ياخذ اول ما تجلس فيه. بس هالمبلغ اللي الرسوم او النسبه اللي تحطيها المحكمه هذه يتحملها يا طويل العمر اللي خاسر القضيه؟ ما هو اللي خاسر القضيه، ما هو اللي خاسر القضيه ما عنده، شو تسوي انت؟ دافع من جيبك. لا انت دافع من جيبك الحين، ما هي مطالبه، انت الطالبه بالمبلغ هذا اصول المبلغ ترجع لك انت، اما المبالغ الرسوم الزايده هذه هو يتحملها اللي هو خسر القضية. صحيح. فكل الأحوال إذا أنت يوم تدري أنه ما عنده عكب الطالب يا محمد يا سالم. يا طويل العمر الطالب أنت تبغى الطالب بحقك، الساكت عن الحق شيطان أخرس. نعم صح. الطالب بحقك. ترى ثبت لك الحين أنت صرت طالبت حقك، ثبت لك في المحكمة بعد ما دفعت الرسوم هذه، فلنفرض الرسوم طلعت 30-40. هذا الموضوع أثبت لك. هذا يسمونه التفاف. بعد هاي قضية ثانية بعد تمشي فيها. اللي هي الاول مع بعد يوم انه يثبت لك وترد انت تثبت انه عنده وهذا بعد قصه ثانيه، فتدخل في امور طويله وعريضه. قالوها ترى احبال المحاكم طويله ويا ليتها لو هي طويله وبرسومها. انا اتكلم عن طولها لكن في رسوم. لازم تكون في رسوم يا طويل العمر. الحين في عندك انت قضاء يشتغلون، في عندك محكمه، في عندك مبنى، في عندك ايجار، في عندك غيره. صحيح. بس بعد هاي من يدفعها؟ ارجع اقول مش انت كصاحب حق، لا اللي يثبت عليه الحق. مثبت عليه الحق، فهاي لغايه ما يثبت الحق عليه تقول لك تفتح باب يفتح لك باب ثاني، تروح مع تسكن باب خلاص منه تروح تفتح باب ثاني عشان تثبت هذا الشيء يفتح لك باب ثاني. بعد عفوا يا اخي، وتم هاي القضيه شغاله ترى. هذه بعد انت بعد تعرف الحين انت ما تروم تتهاون في الامور هذه، يعني اذا تهاونت فيها وسويت القضيه مجانيه او بدون رسوم، ما أنا بي بفكر الحين مثلاً بغنيم يطالبني 100,000 زين؟ نعم. أو يطالبني مليون مثل ما قلت. أنا عارف إذا ما سددت حق بغنيم باكر بغنيم بيصير يرفع لي دعوة في المحكمة. المحكمة بتأخذ رسوم مثلاً 100,000 200,000، فأنا راح أضطر إني أدفع 100,000 مليون و200,000. فليش أدفع يا أخوي 200,000؟ لا خلني أسدد حق بغنيم، أتفق إياه، أوصل للتسوية بدأ ما أوصل للمحكمة. بعد هي امور ترى مدروسه، ترى ما محطها بطريقه عشوائيه. انا ايوه هذه بالامور المدنيه، انا اطريك بالامور الشرعيه. الامور الشرعيه اللي فيها زواج وطلاق شو بلاها الزواج والطلاق؟
هني عاد الرسوم تبدا، هني عاد هني تي لسو اي لسه تماطل، هذاك يماطل ذاي ماطل ودفع رسوم. انا والله صراحه امسات واحد من الجماعه الطلبات اللي طالبنها رسومها يعني عاليه، حسيت الرسوم عاليه، قلت معقول رسوم هالكثر عاليه؟ يعني انت لو تعطيني مثال واضح اساس نفهم الحين موضوع الدين فهمنا. اي نعم. اما الحين مثلا نفترض الحين محكمه تقول مثلا طالب بالصرف، زوج الطالب بالصرف، انزين انزين نفقه هاي نقطه عليها 100، انزين حضانه الاطفال نقطه عليها 100، انزين وهكذا كل ما هي طالب كل ما هذا 100 100 100 100 100. انا اللي اعرفه انه في قانون القانون الاحوال الشخصيه رسومها جدا رمزيه، مفروض ان رسومها جدا لا هذا اللي اعرفه يعني في بعض المحاكم تعاملنا وياهم وبعض الناس متعاملين وياهم واللي خبرونا اياه ان رسوم القضايا اللي تخص الاحوال الشخصيه مثل ما تفضلت قلت زواج او طلاق لا قدر الله او صحيح. لا سمح الله او لا قدر الله او موضوع اللي هو النفقه وما نفق المطالبات هذه كلها هاي رسومها جدا تكون رمزيه. وبعد من يتحملها؟ يتحملها اللي عليه الحق اللي هو الزوج اللي عليه. نعم اللي عليه الحق. مبالغ رمزيه تكون بالمئات يعني ما توصل ما توصل هذيك المبالغ يعني كل ما تطلب تم حتى يوم عند الطبع يقول لا تطالبوا وايد لان شو بيطلع عليكم المبلغ يعني ادفع 500 700، الحين وصلنا لين 700 طلبات وصلت 700، كان يقول لا تطالبوا وايد دمجوها حاولوا تدمجونها في طلب. بس الحين انت تناقش قانون الاحوال الشخصيه اخوي، الحين مثلا الزوج اذا طلق وقع الطلاق معروف انه هو يتحمل مثلا النفقه والسكن وغيره من الامور، فانا مش محتاج اقسمها الى نقاط. نعم مش نعم فانت زين هذا اللي مطلوب منك مطلوب منك، اما اذا هي بتطالب باشياء زياده هنا بعد تتحطي زين بالضبط هذا هو. فانت ليش تطالبين اصلا؟ انا بقول لك شو اللي صاير سالم الحين مثلا المحامي شو يسوي؟ هاي لعبه محاماه ترى. أيوة. في قانون الأحوال الشخصية شي يسوي يوم مثلا الزوجة أو الطليقة مع الأسف تصير تلجأ للمحامي، المحامي يحطي على الزوج الأولي والتالي يا بيت خدامة في الدورين سايق دريول مدارس خاصة ومدري شو مدري شو مدري شو، صح ولا لا؟ نعم. هو عارف أن هذه كلها الطلبات مش من حقه لأن الزوج مثلاً إمكانياته محدودة، راتبه مثلاً هالكثر، مفروض ما يحطي هذا كله، بس هو شو يسوي؟ هو يقولها والله نحن بنحطي هذا كله، على وعسى القاضي يوافق مثلاً بيلغي لنا النص وبيخلي النص. فهمت علي كيف؟ شوف لعبة يعني. شفت كيف؟ يعني توجه للمحامي الحين؟ لا، بس هذا اللي يستوي، هذا اللي يصير، هذا اللي حاصل، لذلك أنا أقول. ودائما أقول ودائما أكرر يا أخواني يا أخواتي لا تلجؤون للقضاء قد ما صار بين الريال والحرمة، حاولوا تحلونها بينكم، ما قدرتوا تحلونها بينكم حاولوا تحلونها ويا أهاليكم، يعني الله سبحانه وتعالى قال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، حاول أنك ما توصل للمحكمة يا أخي لأن المحكمة والله توغر الصدور يا أخي، وباكر هذه لم بيننا نحن عيال توصل لمشاكل والريال ترى ما ينسى وبيقول حق العيال باكر امكم ركضتني في المحاكم وسوت لي وغيره، فالامور يعني تنحل سلميا ما في داعي، والمحامين الله يهديهم بعض المحامين يعني بس عشان الفلوس يزيد النار حطب، يعني قضايا والله العظيم مارة علينا والله ناس يصيحون قسما بالله. والله والله ان انا واحد يعني قدام الموضوع واشوف لا اليوم الدوله يا اخي تعاني والله العظيم الدوله تعاني وما محصله حل يعني المشكله هذه مش عارفه ايش تسوي، فالناس مش طايعه تتحمل مسؤوليه، كل وحده تبغى تتزوج وتتطلق ما عندها مشكله، وموضوع الطلاق مع الاسف استوى اهون من شربة الماء حتى عند الكثير. يعني الصبر الصبر يا طويل العمر ما في صبر، الحين يا جماعه الخير حلوها وبراضي الكل عاطني كذا الصامخه انزين صرت المحكمه شو بتسوي؟ ترى انت قاعد تدفع من جيبك يعني تطالع قاعد تدفع من جيبك يا اخي لسه حلو بينكم انتم مثقفين دارسين متعلمين. والله شوف اتذكر واحد قال لي اياها كلمه في سنه من سنين قال لي شوف بيوسف اذا طلقت اخر شيء بتشوف نفسك تصرف على ناس زين ما بتستفيد منهم ولا انت مسؤول عنهم، يعني بما معناه يعني المقصد يعني انك انت قاعد تصرف فلوس اخر شيء يعني الله العالم يعني شو اللي بيطلع منها. نعم قاعد تصرف بتصرف على الحرمة وتصرف على الجماعة اللي وياها. هي. نعم بتصرف على التعب المحاماة وبالقضية. فلذلك نحن في وقت حتى الطلاق لا تجعله حتى كخيار أخير آخر خيار آخر خيار حاول أنك ما تلجأ له.
نعم والله، هو اللي يبى يشوف يخبي مره يجي عندي انا براويش قايل براوي. لا والله وايدين سالم، وايدين وايدين يعني. يعني انا دائما اقول، وكم مره نحن ناقشنا هنا في هذا البرنامج او غيره من البرامج اللي قدمناها، ابن مستشارين قانونيين محامين ناقشناهم في قانون الاحوال الشخصيه، وقلنا يا جماعه الخير ترى الريال اذا طلق، ركزوا وياي شوي الكلام لك ولكل من يسمعني، الريال إذا طلق صعب جدا بالقوانين الموجودة، صعب جدا يرد مرة ثانية يبني حياته. والله والله العظيم، لأن أنت الحين راتبك مثلا 10 أو 15 أو 20 ألف مثلا، بتدفع النص تقريبا أو أكثر عن النص، بيروح حق وين؟ حق هالحرمة اللي هي طليقتك وعيالها كنفقة والتزامات وغيرها. طيب الحين أنت ما تبى تتزوج، ما تبى تفتح بيت، ما تبى تكون أسرة، صحيح، وين بتجيب فلوس؟ وين بتجيب فلوس؟ من هو؟ شفت كيف؟ تشحن بالطاقة، تشحن بالطاقة الشمسية بعد شو تسوي؟ ترى هذا هو ليش نحن نقول حاول تحل الموضوع وديا بأي طريقة كانت. اي والله لا تطلق. نعم. حتى لو توصل يعني، يعني حتى شوف بعد الشيء بالشيء يذكر، يوم تتكلمني عن الرسوم، كل محكمة اليوم عندنا في الدولة جزاهم الله خير، في عندنا قسم اللي خاص بالتوجيه الأسري. صحيح. التوجيه الأسري ترى في ناس وفي سمونه في رواتب تندفع لهم، وهذه ليش موجودين؟ موجودين للإصلاح، يحاولون قدر الإمكان يصلحون. فيا أخي أنت بعد يوم ما تبى مثلا تثير المشاكل، أو ما تبى مثلا حد يعرف بمشاكلك، يا أخي شل سر وشل زوجتك وسر عند التوجيه الأسري وخذ موعد وحاول. يعني هذه لأهل اختصاص، بتقول والله أبوي وأبوها ما متفاهمين، أمي وأمها ما متفاهمين، يا أخي شل زوجتك روح عند التوجيه الأسري، يفتح ملف ناس متخصصين بيحاولون يرشدونك يرشدونها. حتى الكلام مش للرجل فقط، كذلك للمرأة، عندك مشاكل يا زوجك روحي يا أختي اشتكي، قولي والله الريال كذا 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 وضعه، يسهر يطلع عنده، فإن شاء الله ما بيقصرون يعني، يحاولون يماطلون قدر ما يقدرون على سنة ما يطلقون. لها كان شو تسوي عادي يوم الواحد اذني فيها تراب شو بتقول له؟ والله عاد هذا من نفسي. اي والله اي والله نسأل الله والله ما عنده صبر، ما عنده صبر، مع ان يوم تيجي تطلع الجماعه مثقفين وفاهمين، بس اللهم نقاطع الحروف، انت هذا لك وهذا لي وخلاص واتفقنا. لا الله يهدي الجماعه ما شيء. يا الله يهدي، جزاك الله خير يا ابو غني، مشكور يا طويل العمر، الله يحفظك يا طويل العمر، حياك. لا تطلقون، نصيحه بالذات اذا عندك عيال، بالذات اذا عندك عيال. يعني أنا أقول لا تطلق، لكن إذا يعني العشرة استوت مستحيل بينكم بينها وما في عيال بعد ممكن كحل، لكن في عيال لا تطلق، حكمت على نفسك. واللي بيطلق يا جماعة الخير يصير يسأل قبل لا تطلق، يا أخي روح، اليوم عندنا شباب صغار في السن ما بعارفين، ما بجاهلين بالقانون، يا أخي سر المحكمة، سر شوف لك محامي، اسأله قل له تعال يا أخي أنا موضوعي 1 2 3 وناوي إني أطلق، وعندي مثلا 3 4 2 من الأبناء من الأولاد، شو راح يترتب علي؟ أنت الحين بروحك مديون، راتبك 20,000، البنك يخصم منك 7,000 8,000 أو 10,000، وباقي لك من الراتب يمكن 5,000 أو 7,000 أو 10,000، حتى خلنا نقول النص، بيخصمون منك النص، شو بتسوي؟ يعني بتقولهم على فكرة، وفي البنك ما ينظرون للدين حتى، يقولك والله أنا ما يخصني في دينك، تدفع النفقة تدفعها. يعني ممكن 10,000 أو يعني خلينا نقول راتبك 20، البنك يخصم 10، باقي لك 10,000، ممكن يخصم من 10 هذه 7-8,000 درهم، بتعيش على 3,000 أنت؟ ما أدري والله. نقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، كيف الحال أبو يعقوب؟ أبو يوسف يا مرحبا يا أخوي. حياك الله أبو يوسف، كيف حالك؟ طيب. الحمد لله. حياك الله بيوسف، لو سمحت عندنا يعني موضوع ان شاء الله نشوف له حل. منو معي وشي؟ الله يحييك والله. منو معي يا اخي؟ ابو احمد. من وين يا ابو احمد؟ الله يحييك ان شاء الله. من وين يا ابو احمد؟ من بضبي معك. تفضل يا طويل العمر. الله يحييك ان شاء الله. ابو يوسف الله يسلمك، عندنا واحد من العيال مواليد يعني 1-1، وبغينا نسجله في رياض الاطفال، وسن القبول رياض الأطفال لين تاريخ 31/12، يعني الفرق يوم واحد. يعني نحن بغينا نسجله في هالسنة وما نأخره للسنة الجاية عشان يوم واحد، فأتمنى نشوف الموضوع حل هذا من جهة. والله ترى يقول لك إذا بنسمح لليوم واحد لازم نسبح باليومين، وإذا بنسبح لليومين لازم نسمح للأسبوع. سبق يعني مناقشة هذا الموضوع، هذا الرد اللي يعني يعني ما بالكلام من عندي. يوم واحد يعني مو بشهر ولا شهرين ولا غيره، يعني
يعني انت صعب تأخر طفل سنة كاملة والله عشان يوم واحد يعني من سنة القبول. اتمنى يكون في يعني حل موضوع استثناء وغيره يعني، يعني اذا في امكانيه يعني حد يتكلم او يتواصل. والله هذا هذا الموضوع عند مجلس ابو ظبي للتعليم صح؟ والله الوزاره هم يقولون وزاره يعني. والله يا ابو احمد مكالمتك على الهواء يا طويل العمر. اي نعم وهم راصدين، ما اقدر اقول لك شيء يعني، ما اقدر اوعدك بشيء ان شاء الله. وفعلا كلامك منطقي يعني، يعني المفروض من يوم لين اسبوع شوي تكون فيها مراعاه يعني، بعد الاسبوع مثلا خلاص يعني سبعة ايام خلاص. يعني انت عارف يعني ما شاء الله الطفل يعني خلاص يعني جاهز حق الروضه يعني، فقعد سنه كامله عشان يوم واحد صراحه صعب. ما ادري شو اقول لك والله ابو احمد، كلامك عين العقل والمنطق لكن ما ادري والله. خلينا نشوف ابو احمد. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. الله يحفظك، الله يحفظك. صدق يعني الحين عشان يوم واحد يتأخر سنة كاملة منطق يعني؟ ما أدري والله. زين الحمد لله على السلام أستاذ علي، كل عام وأنت طيب. والله أنت متعود تسافر، ما أدري بك ما سافرت بعدك. زين وين وصلنا؟ ها؟ شو هو؟ انزين السلام عليكم، انا وعدت ولدي بنجاحه ايبود، والله يعلم بحالي واطلب من الله ثم منكم المساعده. زين السلام عليكم، ايش حالكم؟ بغينا نستفسر عن منطقة وادي الصفا، متى التوزيع؟ انا انتظر من 3 سنوات وعندي امكانية اني ابني، عندي امكانية. زين وعندي امكانية اني ابني بيت بس ما في اراضي في بر دبي. زين ابو يوسف، انت وطاقم البرنامج محمد العيناوي، تحياتي لك يا محمد العيناوي، مشكور على التواصل يا طويل العمر وكل عام وانت طيب. السلام عليكم، موضوع الكهرباء شلوا عني الخصم وقالوا لي البيت مش باسم بنتك، العقد ممكن حد يتصل لي؟ ان شاء الله بنتواصل وياك. السلام عليكم، اتمنى من شركه اينوك وادنوك توفير مراوح لعمال محطات الوقود، وذلك لارتفاع درجه الحراره وحراره الجو وحرارة السيارة أثناء تزود بالوقود وشكرا. والله صح كلامك، يحطون المراوح الحين المكان هذا يعني ما أدري والله، أو يسوون لهم غرف صغيرة فيها مكيفات. زين العازي بصوت الجسمي أحلى. والله ما أدري، كفاية أنه عازي يعني في النهاية، وكفاية أنه شيء يخص الإمارات بغض النظر عن الصوت بالنسبة لي أنا. زين طالب مساعدة مالية، زوجة مواطن لمسجون بكذا. زين الو الو، انا ما ابغي مكالمة بس هو هاقني فتح الخط، شو تبغاني اسوي يعني؟ انا اقرا رسائل. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال اخوي ابو يوسف؟ يا مرحبا يا اخوي، تفضل. انا صار لي يمكن 10 دقائق على الخط. سموحه منك يا طويل العمر. 3 دقائق بالضبط، انا قلت يمكن. والله حظك علي، علي فتح الخط يا ابو يسوي فيني مقلب فانفتح عليك. الله يجزاك الله خير. الله خير اخوي علي، تفضل يا اخوي. منو معي؟ الله يسلمك، عبد الرحمن الحوسني معك. ونعم يا ابو عوف. الله يسلمك، من حالك؟ توني سمعت اخوي المتصل اللي قبل شوي قال لي عن الموضوع المحكمه. نعم انا قد بشارك شوي معاكم في الموضوع هذا. من وين بس بعوف؟ أنا من أبوظبي. تفضل يا طويل. بالنسبة للتوجيه الأسري اللي هو قال عنه، أنا قبل كنت متزوج ومطلق ومتزوج الحين مرة ثانية، بس من مو بمواطن هذا، مو من مواطنة، من جنسية عراقية. وقبل توجيه الأسري بشكل عام عندنا هنا خاصة حتى في أبوظبي، عندك أدنى مشكلة على طول بيقول طلق طلق، وطلقوني حتى كانت حد من اهلي طلقوني. ما في شيء اسمه طلقوني يا ابو عوف، عفوا يعني ما في شيء اسمه طلقوني. عن تجربه
لا معاك بس ما في شيء حبيبي، ما في شيء اسمه طلقوني. ترى بيقول لك انت مش متوافق معها، هذا اقل الدروب. طلقت بارادتك، لا تقول لي لا تقول طلقوني. طلقت يا ولد حلال، انا قاعد اقول لك شيء انا صار لي. انا معاك بس ما في شيء، ما في حد، ما تشوف، ما في قانون في العالم يجبرك على انك تطلق. القانون هنا خاصه عندنا رحنا حتى في المحاكم كله ماشي ويا الحريم، مثل ما انت قلت اذا طلقت حتى لو عليك ديون ايون بيشلون. لا هذه شوف، هذه شوف على شيء كامل. ما معليش اذا كان عندك عيال. زين نحن نكون منصفين شويه، القانون وجد لكلا الجنسين وللجميع. زين الحين انا سؤالي، انا اشوف حق الجنس ويا الحريم. نحن نقول كذا ويا الحريم، لكن الحين السؤال لو لا قدر الله، لا قدر الله اختك او اختي او اخت اللي او اخت سالم او اخت منو ما كان، زين اتطلقت، ما بتطالب بهذه الحقوق لاختك ولعيالها؟ بس اذا كان لحظه شوي، حبه وياي. والطرف الثاني شو بيقول؟ بيقول نفس الكلام اللي انت الحين تقوله، ولا اللي قاله سالم، ولا اللي انا قلته قبل شوي، نفس الكلام. ها انا معك، انا بالطالب كل واحد طالب حقه. هذا هو الحين نحن كرجال اليوم يوم 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 نطلق مثلا لا قدر الله، ترى هاي حقوق المراه، هذه البيت والمسكن والنفقه وغيره وغيره وغيره. زي اذا الحرمة تطلب الطلاق مو بيرجع كل شيء حق ضيال بعد؟ هذا على حسب القانون. نعم المفروض على حسب ما القاضي يشوفه، على حسب ما المحكمة تشوفه. ولادهم حسب ما ندري نحن. الحين انت بتتكلم في التفاصيل، الحين لو سمعناها هي على فكرة بتقول عكس الكلام اللي تقوله. ولو نرجع للقضاء والقاضي والمحكمة بيقول والله انا حكمت بناء على 1 2 3. وأقول لك عن الحالة الثانية، لأن الحين حتى الحين متزوج أنا وعندي 3 عيال. الحمد لله يتربون في عزك إن شاء الله. عندي 3 عيال ونفس الشيء بعد زوجتي هذه الثانية نفس الشيء، حصل خلاف بيني وبينها على طول أبى أطلق أبى أطلق، وهني توجيه أسري ما شاء الله عليه. بعوف يعني. الحين معقولة يعني لحظة شوي بعوف، حبة الحين معقولة حرمتين غلط وأنت الصح؟ لا أنا ما قلت إنه غلط، وأنا قلت إنهم صح. أيش ما تعرف الظروف اللي أنا كنت عايشينها على أساس حبيبي. أنا ما أحكم، بس انا اقول لك انت اللي تقول، انت تقول المره الاولى طلقت 2007 و2011 تزوجت مره ثانيه. زين تزوجت والحين بعد عندك مشاكل ويا زوجتك؟ عندي مشاكل، والمشاكل تدري عشان شو؟ قبل يمكن طرحت الموضوع عشان الجواز، وان الجواز ما ابغى اعطيها. ما ادري انا وليش. زين يا اخي يا اخي تبي تتطلق مني يا اخي؟ الحين توجيه انا مشكلتي على انت قبل طلعت وياي بعوف ولا شو؟ معاك بيوسف. انت طلعت قبل وياي على الهوى؟ ابي يوسف لا والله انا دوم بس اسمعك. زين الحين انت تقول والله مشكله الجواز، سواء زوجتك الاوليه او الثانيه ما في قانون. لا الاولى كانت مواطنه. زين بس الثانيه على الجواز. انا حق تقول حق شو؟ ليش كم سنه مكمل الحين تزوجت انت؟ 7 سنوات. زين 7 سنوات يا اخي ما في قانون يلزمك انت بانك تطلع لها الجواز. ما في قانون صح؟ انا معك. زين بس انا اقول حق شو؟ انا قاعده معاك، انا مش مستفاده منك، ودام عندي عيال خلاص باخذ النفقه وبعيش بروحي بشكل هذا. والقانون شو يقول؟ يعني القانون شو بيقول؟ بيقول انك مش متوافقين مع بعض، مش متفاهمين مع بعض، خلاص طلقوا وتفارقوا. طيب انت شو تشوف؟ هذا شوف مش منطق بالشكل هذا. انت شو تشوف؟ زين انا اشوف ان قد ما كيف بتعيش مع انسانه هي ما تباك وهي داشه على طمع؟ معليش انا اتكلم على الكلام اللي اتكلم، انا ما اعرف بنت الناس الله يستر عليها، لكن انا تعقيبا على كلامك انت، طيب الحين انسانه ما تبى تعيش وياي، عايش وياي مثلا لاهداف معينه او لمطامع معينه او ل ما ادري، بس المهم الحين ما تباني. شو ذنب العيال هذين الثلاثه؟ الحين انا اسالك انت شو اللي انت بتسويه؟ القانون هنا ما يلزمك. القانون ما يلزم، ادري هو بيعطي الحضانه حق الام وكل شيء بيعطيها، انا قاعد اقول بشكل عام. لا ما بيعطيها، اذا هي سايره مطالبه الطلاق لسبب تافه مثل هذا ما بيعطيها، ما بيعطيها الحضانه، بيقول لها تعالي ابوي انت تبين الجواز ما بتحصل، الريال من حقه يقدم لك ولا ما يقدم لك، تبين تطلقين منه عيل هو ياخذ العيال وانت برايك شي بيقولها. اذا على كلامك بشكل هذا انا ما عندي اي مشكله. لا هذا حبيبي انت الحين مقصر باي شيء في البيت؟ الحمد لله مقصر ويا عيالك موفر لهم كل شيء صح ولا لا؟ هي تقول لك انا ما ابغيك. زين هي تقول لك انا ما ابغيك الا اذا بتقدم لي الجواز.
قول ابو يصير المحكمه، المحكمه بتقول هالكلام بتغير رايها يا اخي، هي بتغير رايها وبتغير معاملتها وياك، بتغير الامور كلها. الله يسر الامور ان شاء الله. انا بغيت اشارك بس بشكل عام على انت زوج طليقتك الاولية عندك منها عيال؟ لا 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 ما عندي. اه زين. عيال بعوف، نصيحة اخوك لوجه الله اتحمل الطلق. لو شو ما صار، لو شو ما استوى، اتحمل الطلق. الله يعين ان شاء الله ابي يوسف. حياك الله يا بعوف. جزاك الله خير حبيبي. واهتم بعيالك الله يخليك. ان شاء الله، الله يسر ان شاء الله. الله يحفظك يا بعوف. حياك الله. حياك. زين زين. يقول انا شغال بالبنوك المالية، اقول لك القانون يقول الميت يطيح دينه لو مليون، وهذا قانون في الدولة. جزاك الله خير. بس نرجع نقول هو مش دين، هي سيارة. بس زين جزاه الله خير سالم، اعطانا النصيحة هذه. رسالتنا لاخونا خالد، روح سوي اثبات حالة في الشرطة وسلم السيارة، او الشرطة هم بيعطونك الاجراء، سلمها في الشرطة ويقولوا هاي مفاتيح وهاي السيارة، والجماعة مبطايعين يستلمونها، اعتبروا ان مسوين عليها تعميم واستلموها انت وسلموها اياهم وانتهى الموضوع. الريال ميت الله يرحمه ويغفر له. طيب وبعدين؟ زين وفي التأمين، وفي تأمين من كل البنوك لكل شخص ياخذ قرض ولا سمح الله يموت التأمين يدفع عنه. حلو. السلام عليكم، كم الحين ضبط رادار شارع العابر ومحمد بن زايد؟ 140 معروف، 141، فخلك في السيف سايد، امشي 130 135. زين اذا ما طلقت شو بيوسف؟ اذا ما طلقت برضاك هي، ما طلقت برضاك هي بتطلق وبتخلعك. زين اذا خلعتك ترى فيه تعويض عليها بعد، لازم تدفع لك، وعرف حريم دفعوا. يعني في ريايل ما ابغى استخدم كلمات، لكن ما مش رجالهم على فكرة، في ذكور في حريم يدفعوا لهم فلوس على اساس ان يطلقونهم او اخلعوهم، ادفعوا تعويض. يعني تخيل الحرمه اذا وصلت لمرحله انها تدفع 200 و300 و400 الف عشان انها تفتك من هذا الريال، انت متخيل هذا الريال شو هو؟ ما ادري. على فكره في ناس يحتجون انه والله في شباب ما يرضون انهم يتزوجون المطلقه. ليش ما يرضى يتزوج المطلقه؟ نحن ما نقول فيها عيب ولا غيره، لا، كل واحد حر بنفسه، ولكن في في استفتاء واستبيان سووه على الحريم وسألوا الحريم هذيلا، قالوا لهم هل ترضين بأنك تأخذين ريال مخلوع؟ 99، أنا اللي عارفه 100%، ولكن خلنا نقول 95%، 95% من الرجال من النساء قالوا لا ما نرضى ريال مخلوع ما أخذه. ليش تلومون الشباب يوم يقول ما بناخذ مطلقة؟ سؤال يطرح نفسه. يعني إذا صدق الريال إذا ما بغتك الحرمة تخلعك وتاخذ كل حقوقها، تخيل وحدة طلقت عشان شنطة ماركة تبقى شهريا مع العلم إنها موظفة. والله اسمح لي على الكلمة بس ودي أصدق، يعني ما تتصدق. يعني هل يعقل اليوم المحكمة بالموجهين لسرين الموجودين، بالقضاء اللي موجودين، بالمحامين اللي موجودين، يعني هل الحرمة بتخلع الريال وبتاخذ كل حقوقها فوق هذا كله؟ قانون الخلع واضح معروف يعني. وبعدين هذا السبب يعني اللي هو تطلق عشان شنطة أو لا فوق هذا كله، بعد أنا اللي بخسرنا بي بدفع لها بعد رسوم ثانية أو مثلا تكاليف ثانية أو التزامات ثانية، ما أدري والله. زين طلقوا عشان شنطة، عشان سفرة، عشان وايد أشياء طلقوا. الزواج صار لعبة مع الأسف. زين رسالتك واصلتني بالصيني، وشوارع داخلية في الشارجة ثم شارع الوحدة 60 وامتداد في دبي 100 وشوارع داخلية في الشارجة 80، نرجو تصحيح السرعة في شارع الوحدة. ما أدري. زين أبو يوسف عندي ملاحظة بالملاحظات على تسهيل ولا تحول، واللي تحول إلى تصعيب. حلوة هذه، اتصل في هذا خلنا نشوف. انزين السلام عليكم، مناشد اهل الخير، مخنوق وعلي تعميم 30,000 وانا زيارة ومخالف، والله يديم عليكم يا رب. والله مستعد اخذ 4 مطلقات ما عندي مشكلة. 4 مطلقات معناته انت مش متزوج، عشان كذا تقول هالكلام. تزوج وعقب بنشوف كم وحدة بتاخذ. خليفة كم مستعد تاخذ؟
أربعة ما تبغي؟ إذا ما تبغي هايك اللي ميتة عن ريلها؟ لا ميتة مع شباب. أكيد يا ريال بنكلم لك. السلام عليكم، الله يجزي الخير، كل واحد يفرج عن محتاج ومضطر. عندي تجديد إقامة أولادي من شهرين، والله بثبت المادة للحين ما قدرت أجدد، فإذا في حد بيساعدني من أهل الخير. يجون هني زين. هذا واحد ثاني بعد طلع أبو سالم اسمه خليفة، شوف لي 11-21. أحب أشكركم على البرنامج الرائع، والله يسعدكم على فعل الخير، والله يحمي لنا الإمارات الحبيبة ويديم علينا الخير. أبو آدم، تحياتي لك أبو آدم، جزاك الله خير. زين نقول ألو. أربع دقائق عندنا. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج الرابعة؟ نعم. لو سمحت ممكن نتواصل مع الأخ أبو يوسف؟ معك يا أخي، صوت الراديو والتلفزيون عندك لو سمحت. طب لو سمحت يا أخي في لو سمحت صوت الراديو والتلفزيون يا أخي. أوطى يعني التلفزيون؟ هي بند، اسمعني من التلفون فقط. طيب يا فندم. السلام عليكم. كده مسموع يا أخي؟ مسموع يا أخي، تفضل من معي. لو سمحت أنا مقيم، أنا اسمي وحيد حسن عبد المنعم. وحيد. مقيم في دولة الإمارات أبو ظبي. وحضرتك انا عندي بنتي مريضه عندها المقيمه حاليا في مصر. في مصر العمود الفقري. يا فندم ما عندنا مساعدات خارج الدوله، حياك الله يا اخوي. طب بس بعد اذنك بس. زين نقول الو. الو تفضل. صوت الراديو يا اخواني. الو تفضل يا اخي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ كل عام طيب. وانت طيب، صحة وسلام وعافية. أحوالك؟ الله يعزك. وانت بخير؟ الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك الصحة والعافية. ويعافيك يا طويل العمر. أحوال أبو راشد هنا ولا مسافر؟ مسافر طال عمرك في إيطاليا. في إيطاليا مرة واحدة ما ودونا وياه. نعم يتبرد طال عمرك تحت المطار. إيه صح، قال أنت مال إسبانيا مو مال إيطاليا. نعم. أحوالك أنت؟ بخير. والله يا طويل العمر أنا عندي ملاحظتين، ولكن هي شبه شكوى يعني. من الريال؟ الريال أبو علي. من وين أبو علي؟ من الشارجة طبعا. تفضل يا طويل العمر. يا طويل العمر أول شيء في شارع العروبة اللي من عماني بادبي بعد مستشفى القاسمية القديم. يعني يا جماعة الخير قلنا لهم يا تسوون نفق يا تسوون يعني جسر، لأن تتبند الإشارة علشان الناس تطوف يود الشارع لين الحيرة. صدق. وفي نفس الوقت واللي نازل من الجسر تبند قدام الإشارة علشان واحد تطوف أو واحد التفت وما في سيارات وراح وجاء ثاني وضرب الإشارة وتم الشارع فل. هذا الشارع طال عمرك حيوي، والشارع يجيب من ثلاث إمارات قبل عمان، ونفس الشيء من دبي، وشارع على وسط المدينة اللي هو الشارع الرئيسي اللي شارع العروبة. فرجاء من البلدية ومهندسينهم يشوفوا الموضوع بعين الاعتبار. هذا واحد. اثنين، طال عمرك عندي مشكلة ويا بلدية الشارجة في الممزر. نحن طال عمرك من رواد هذا المكان ومن مستخدمينه ومن أول ما طلعنا رخص تجارية في هذا المكان. اليوم الجماعة هذيلة بدل لا يجيبون اللي عقبنا، نحن كان 10 مظال وإن المكان ما يستوعب أكثر عن 10 مظال، قلنا أوكي إن شاء الله تحطوا 20 لكن بانتظام. يو طلعونا من هناك وقالوا والله هذه أماكن بتكون فيها الطرادات اللي بتنقل من الحيرة بسير وتخلهنا. قلنا ما في مشكلة. زين بعدين قالوا والله في 5 رخص تجارية. قال الله يزيد يبارك مواطن وخلي يستنفع مثل ما نحن مستنفعين. المشكلة بدل لا يحطونهم عقبنا حطوهم قبلنا. تم رقم 15 اللي هو مستفيد غير عن رقم 1 و2 و3 و4 و5. هني نحن المصيبة اللي قاعدين نعاني منها.
والله وكيلك في أكثر من ثلاث أو أربع رخص لحد اليوم في هذا التاريخ. زين الحين شوف في شهر كم ما دخل درهم. ليش؟ لأنه هو مسك هناك الدوار ومسك بداية الشارع، بداية المشروع، فما أي زبون ما يخلوه يوصل أصلا. يا سيارة البلدية، شباب المراقبين، يا شباب اكتبوا تقرير. قال لا لا احنا مالنا، يا جماعة يا جمارك تعالوا اكتبوا لأن يصير حوادث وانت تتدخلون في نفس الوقت، تعالوا شوفوا لنا الموضوع. قال والله خلي الجوازات شيء يكون على بطايقكم. الحين احنا ما نبقى جهة سواء البلدية والداخلية وغيره والمواصلات انهم يشوفون هذا الوضع اللي نحن فيه. نحن ما نبقى منهم شيء، بس ايوه يشوفون الوضع هل الوضع صح. بعدين انا اتصلت تلفزيون الشارجة زين وكلمنا الاخ تاج وقلنا له يا تاج يا حبيبي ارسلوا كاميرا شوفوا الوضع، شوفوا الخميس والجمعة والسبت ثلاثة الأيام هذه، شوف شو اللي يصير اللي صاير على البحر فوضى. لكن ما في طال عمرك جواب واضح يا أبو علي، جزاك الله خير. زين هذا شيء زين، وإلى أما عن موضوع هذا يخصني أنا ويخص فيه بعض اللي نحن متضررين، ولكن اللي متضرر الشهر اللي جاي من عمان وودي لعمان هني الله يخليكم ويخلي البلدية والمهندسين يوم طالعين من الدوام يا أخي روح شوف وشوف الوضع اللي أنت فيه طالع من الدوام وتنزل من الجسر وأشارة توقف وشخص ما في شخص أصلا واقف على الإشارة. واضح يا أبو علي واضح، جزاك الله خير، والجماعة إن شاء الله راصدين. وشو بقول لك، إن شاء الله يحلون الموضوع. ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين والمشاهدين ومتابعي رابع والناس من ساعد التلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8، ونرحب بمكالماتكم على 600-551-610 ورسائلكم نصيل قصير للسمس نستقبل على 709 على الشبكتين صلاة ودو، 709 على الشبكتين صلاة ودو. إذا آخر رسالة نقريتها والله مستعد أخذ 4 مطلقات وما عندي مشكلة، وأنا علقت وقلت أكيد ما عندك حتى وحدة عشان شي تقول بأخذ. فرط طرش لي رسالة يقول يا ريال متزوج والله، بس يقول القصد بالتعدد ولا يهمك بأخذ هنتين مطلقات. إذا تروم تصرف عليهن بنكلم لك الحين أم سعود. يقول هذا واحد طرش لي بعد يقول أجر الستر على المطلقة عظيم وربنا يبارك في هذه الزيجة. أي زيجة زين؟ أنتوا على طول خلاص زوجتوا الريال؟ ممكن حد يساعدني جزاكم الله خير. زين السلام عليكم، لا لو سمحت وصلوني بشخص من الاتصالات، مشكلة من سنة للحين وما انحلت وجزاكم الله خير. إن شاء الله فالك طيب. عاصم بيتصل فيك، عاصم موجود ولا مسافر بعد؟ زين تحياتنا لك يا عاصم إذا تسمعنا. السلام عليكم ورحمة الله، والله العظيم محتاج مكيف قطعتين إذا في مجال ولكم الشكر. قطعتين يمكن قصد السبلت. زين هذا يقول السلام عليكم. زين هاي قريناها وهاي قريناها. شفت الرسالة هاي خليفة 11-21 اللي قلت لك عنها؟ نفس الرسالة هذه، شو ما أدري شو سالفتها، نفس هذاكي. السلام عليكم، ما يخص مطلق ولا مخلوع، أهم شيء الستر. أنا متزوجة مطلق ومخلني في عيونه وفوق راسه، هذا يكفي. العلاقة الزوجية تبنى على حب وأساس الاحترام، وأساسه الاحترام بين الطرفين. الشامسية، الله يوفقك الشامسية، لا تقولين يا بنت الناس عني يحسدونك. زين الله يستر عليك والله يوفقك إن شاء الله الدنيا وآخرة. زين نحن ما نقول العيب دائما، يعني سبحان الله كل حالة تختلف عن الثانية، يعني ما نروم نقول نعمم. زين وصف الأشراف أو وصف الأشراف. زين هاي أبو خليفة، فالك طيب يا أبو خليفة. زين نقول ألو. ومستعد وجاهز والحال مستور والخير موجود ولله الحمد والمنة. زين طلع الهو. زين اللي رقمك انت اسمك ما بذاكرنا، اللي رقمك اخر شيء 098، ولا اقول رقمك كامل شو رايك عشان يتصلون فيك اذا حد يبغاك. نقول الو.
ألو 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 شو ها؟ ما يبي يتكلم أو ما تبى تتكلم. السلام عليك. السلام ورحمة الله. شايف حالك بوي؟ يا مرحبا. الله يسليك. أنا قبل في رمضان أعطيت ملاحظتي على وزارة الصحة، بغيت يتواصلوا وياي ناصر البدور، لكن مرتين ما اتصل في بث المباشر عندكم هناك، وعدني براشد لأن اليوم ما اتصلوا فيه. منو معي يا أخوي؟ عبيد هاشم أخوي. عبيد هاشم، شو الموضوع عبيد؟ الله يسلمك. أنا من زمان نازل أستخدم سماعات، عندي قلة سمع. إيه. ويعطونا سماعات في مستشفى البراحة جزاهم الله خير، كان في تقنية عالية يعني، الحين غيروها أعطونا شركة ثانية. هاي شركة مجزية، لا في جهاز إنذار، لا في، كل أسبوع يبغي كل أربع أيام تغيير بطارية، البطارية انتهي بدون إنذار، كل أسبوع يبغي سرويس، يعني الأشياء اللي فيها كل مجزين يعني. ان شاء الله. انا اتصلت في براشد مرتين، قلت خليه قال لي تسوي لنا حلقه، قلنا ما نسوي سماعه، نروح عندنا نسوي سماعه، لكن قال لي بتصل في وزاره الصحه يكون يصير في ناس بالدور، لان الدور حاولت اتصل فيه ما تصل. هاي السماعه وايد ابدا ملاحظات عليها، بس ما ادري فالك. طيب انا بروحي بتواصل وياه بخبره، لان انا مرتين اتصلت فيكم هنا في براشد، قال لي بتصل فيه ما تصل فيه. زين. فنبغي تواصل من ناس بالدور، يعني انا صغار ما اقدر اسوي شيء، انا اسد كلهم. أصغر غالي قوم مننا، إحنا عادين من الوزارة. زين. الوزارة حتى رافض البرنامج، صارت تسمعك، وهي مش مشكلتك أنت، مشكلة كل حد يستعمل هاي السماعة هذه. والله بعدين الحين يا أبو يوسف ما تصير فيه ولا واحد. إن شاء الله فالك طيب يا عبيد. الله يخليك. طيب. لا تنسى يا أبوي. فالك طيب. موجود الرقم. رقم موجود. موجود. بارك الله فيك. بارك الله. زين أنت الحين عبيد تبغى توصل الملاحظة صح؟ عبيد. زين. سكر. ما سمعك. لا امس مكلمني مسكين، موجود جزاه الله خير، متواصل حتى لو مسافر الرجال هذا، تليفونه ما يبين، سبحان الله. زين نقول الو. الو الو. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ايش حالك؟ يا مرحبا يا اخوي، تفضل. دام فضلك، بس مداخلة بسيطة بخصوص الزواج والطلاق وكذا. منو معي يا اخي؟ معاك ابو حمدان. تفضل يا ابو. من وين ابو حمدان؟ من دبي طالع. تفضل. يا مرحبا. طويل العمر، انا من واقع تجربة طبعا، تعرف سبحان الله، يعني الرجال قوامون على النساء مهما كان، الله سبحانه وتعالى عطى الحنكة والفطنة للرجل أكثر عن المرأة، حيث أن المرأة يعني ممكن أنها ما تتحكم في أعصابها، أو لحظة بسيطة، لحظة غضب تطلع عن زمام الأمور. فهالموقف صار لي أنا، عندي الحرمة الله يسلمك، أنا ما أخذ يعني أجنبية، ف بعد ما طلعت لها جواز طال عمرك طلبت الطلاق، وصلنا للمحاكم وصلنا لغيره، ولكن بعد كم سنة أبو حمدان؟ بعد 4 سنوات من الزواج. أو 5 سنوات. بعد ما حصلت الجواز بشهرين طلبت الطلاق. المهم تم رفض القضية. خلال ال5 سنوات هذه كنت تعاني وياها بشيء مشاكل؟ لا ما في شيء. مجرد ما أخذت الجواز بس تغيرت؟ بشهرين. يا سبحان الله. المهم قلنا ما عليه، وأنا أفكر عندي ولد منها، فالواحد دائما يكبر عقله، تحمل ضغوطات الحياة، تحمل كذا. مهما كان أنا عندي شيء واحد، أنه الله سبحانه وتعالى لم يجعل الرجل قوام على المرأة إلا بحكمة. فالحمد لله رب العالمين، يعني وصلنا للمحاكم تم رفض قضية الطلاق هذه، وسبحان الله رجعت الأمور. شو عذرها زين يوم كانت طالبة الطلاق في المحكمة؟ بس مقصر. شو مقصر يعني؟ يعني أنا اللي مستغرب منه القاضي لما يسأل مقصر، أنت في شو مقصر؟ ما يجيب في البيت؟ لا يجيب. ما يشتري ملابس؟ لا يشتري. نمت يوم يوعانة؟ لا ما في. لا. يعني زين في شو مقصر؟ بس مقصر، كلمة مقصر وبدون مبررات. طبعا رفضت القضية. ورجعت الحياة الطبيعية عادي.
فالحين تقريبا قبل سنة ردت وطلبة الطلاق مرة ثانية. أنت من كم سنة متزوجة الحين؟ 10 سنوات. وعقب 5 سنوات خذت الجواز، وعقبها بشهرين طالبت بالطلاق، وعقب ردت عادي لمدة 5 سنوات. نعم طالب. صح كذي؟ صحيح. تقبلتها عادي أبو حمدان بعد سنتين، بعد ما ودت للمحكمة ووصلت للمحكمة وطلبت الطلاق؟ أنا قلت لك أبو يعقوب الإنسان دائما يكبر مخه. يكبر مخه، وبعدين عندي طفل وعندي ولدي. زي وعقب خلال يعني بعد ما صارت قضية المحكمة ورفض الدعوة وهذا، يعني أكيد في لحظة صفاء بينك وبينها يعني. زين ما سألتها، ما قلت لها تعالي يا بنت الحلال أنا زوجت وبولدت، شو اللي خلاش تطلبين طلاقتي؟ ما قالت لك؟ ما تكلمتوا في الموضوع؟ أنا ما بتكلم في الموضوع، تعرف ليش؟ لأنه جت من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، زخت أختي كانت تقولها أنا ما أعرف كيف رحت واشتكيت عليه. الرجال هذا ما يستاهل مني الإساءة. زين أبو حمدان تعطيني بس الله يخليك فاصل لذان وبرجع بتواصل وياك أنا إن شاء الله. توكل على الله يحفظك. الله الحين الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة عجمان وما جاورها. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعي الرابع والناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على موجب 107.8، ورحب بمكالماتكم على 600-551-610 ورسائلكم نصير قصير للسمس نستقبل على 7009 للشبكتين اتصالات ودو 7009 للشبكتين اتصالات ودو. تحياتي لك يا أبو أحمد، تحياتي لأبو محمد كذلك. زين أظني كذا زين أبو أحمد، أشوفك تأشر لي تسوي لي كذا. أوكي أبو أحمد زين زين. مستعد وجاهز والحال مستور وموجود ولله الحمد والمنة. زين خلاص سؤالك طيب. عندي ملاحظة على برنامج الـ MOI لوزارة الداخلية، أرجو الاتصال. أخي الفاضل يا ريت لو توصل ملاحظة للإخوان في وزارة الداخلية بيكون أفضل، يعني يعني هم يستقبلون الملاحظات جزاهم الله خير فتوصلها لهم، لأن في أمور تقنية وفنية يمكن نحن ما أدري، أنا الصراحة ما أفهم فيها، فهم بيكونون أوضح وياك. إنزين كذلك يمكن بخصوص شركات التأمين واللغط اللي صاير بخصوص العقود وغيرها، والحالة اللي جتنا كذلك إنه واحد مسوي حادث وقالوا لي والله بعد 21 يوم ما في تعويض وهو متضرر، فبنشوف بناخذ عدد التفاصيل هذه من أخونا المستشار القانوني والمحامي الأستاذ عيسى بن حيدر. تحياتي لك يا أبو عمر. حياك يا أبو يوسف، يعطيك العافية. يا مرحبا بك، جزاك الله خير. والله هذا من حسن حظنا يا أخوي نسمع صوتك مرتين في يومين ورا بعض. الله قدرني تحت أمرك إن شاء الله. الله يبارك فيك، ما تقصر. خدمة مجتمعية لازم كنا نساهم فيها. دومك ساد وبادي يا طويل العمر، الله يعزك. الله يسلمك إن شاء الله. أبو عمر شو رأيك بهالكلام؟ أول شيء يمكن عرض التأمين خلنا نتكلم فيه ببساطة شوية. نعرف شو قصة العقد هذا. زين. عقد التأمين يمكن أول ما طلع في قالوا قبل القرن 14 أو القرون القديمة. طلع بصورة مبسطة، طلع في إيطاليا أول شيء. نعم. وكان بس يتعاونون، كانت تطلع من الحرائق في البيوت وفي المزارع. وأول تقنين، أول قرار يطلع ينظم عملية التأمين كان في ألمانيا في عام 1900 أو 1901. هم حطوا النظام سموه نظام الوقاية من الخسارة. كان بعد نفس الشيء مزارعين يخسرون زراعتهم بسبب وقت يكون عندهم برق والسوالف، هاي حرائق في المزارع، فكان يروح المحصول وكان كل يوم واحد من المزارعين يخسر أمواله. فسووا نظام تكافلي، يعني يتعاونون في تحمل الخسارة، توزع الخسارة ما بينهم فيخف حملها عليهم. طبعا هذا النظام كان موجود عندنا ايضا في الامارات، اذكر في اوائل الثمانينات كانوا سواقين الاجره هم كانوا من الجنسيه الباكستانيه او الجنسيه الهنديه، كان عندهم صندوق تكافل. الصندوق هذا كان يلزم كل سائق اجره بيشترك في هذا الصندوق يدفع مبلغ رمزي شهري يقارب ما بين 50 لـ100 درهم في هذا الصندوق، وهذا الصندوق كان يدعمهم في تحمل الحوادث لا قدر الله فيها، وفيات
او حد تعرض ل عطل في سيارته يلجا لهذا الصندوق وطبعا يكفل هذا الصندوق في دفع المبالغ الماليه. طبعا القانون الاماراتي نظم العقد هذا هو عقد مسمى، نحن نقول هذا عقد مسمى. العقود نوعين، عقود مسمى وعقود غير مسمى. المسمى طبعا ببساطه العقود اللي نظمها القانون مذكوره في القانون، العقود غير مسمى عقود غير مذكوره في القانون. نحن يهمنا العقد، عقد التامين هو عقد نظمه قانون دوله الامارات، وببساطه عرف القانون عقد تعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهه الخطر. هذا بكل بساطه تعريف عقد التامين. طبعا العقد يقوم على التراضي، ما يقوم والله باراده وباجبار طرف واحد، لا عقد تراضي في الاطراف. اقول لك تراضي لازم يكون اطراف العلاقه اصحاب اهليه للتعاقد. اذا ما دخلت الاهليه، طبعا الاهليه فيها مو كثيره، لكن نقول احنا شخص مؤهل، ببساطه شخص مؤهل لهذا التعاقد. طبعا العقد كنا عارفين عقد التامين عقد يحتمل الربح والخساره على واحد من اطراف العلاقه. انا اليوم يمامن على السياره، ادفع مبلغ مالي، اغرم مبلغ مالي اعطيه شركه تامين، ومش عارف انا او شركه تامين بيض انه المامنه شركه تامين مش عارف اذا هي ربحانه من المبلغ هذا او خساره، فسموه عقد احتمالي الربح والخساره. فاذا لا قدر الله سويت حادث، ممكن قد يكون دفع التامين 5000 درهم، لكن الحادث يكبد شركه التامين 100000 تصليحات وديات، فهو سموه عقد احتمالي الربح والخساره، وهو طبعا عقد مستمر يبدا بمجرد التعاقد وينتهي بانتهاء المده المتفق عليها. اللغط اللي يصير في العقود هاي دائما في مساله ان هذا عقد اذعان. لما اقول عقد اذعان بما معناه ان عقد يحط شروطه طرف من اطراف العلاقه والطرف الثاني يوقع على هذا العقد ويقبله كما هو، ما يغير فيه شيء. طيب هذا العقد اذا كان فيه شرط مثلا فيه تعسف، او كان فيه شرط او بند ما في وضوح، في شك، المحكمه دائما في مساله الشروط التعسفيه في عقود التامين تفسرها دائما لصالح الشخص المؤمن له المتضرر. وايضا اذا كان فيه شك في تفسير من بند عقد التامين دائما يفسر لصالح المؤمن له، ودائما يسمونه ايضا عقد معاوضه. في القانون يقول معاوضه، انا اعطيك مبلغ عشان تعوضني اذا انا طلبت منك تغطي لي خطر معين. وهالعقود دائما تقوم على حسن النيه، وهذا ايضا مشكله دائما تواجهها شركات التامين في بعض الحالات، ان الشخص المؤمن له ما يعطيهم المعلومات الصحيحة، يعطيه معلومات مغلوطة للتأمين الصحي، يقول له والله أنا ما فيني أمراض أنا بخير، ويتفاجأ باكر أو يتفاجأ المؤمن أنه والله لا فلان أصلا في أمراض أخفاها عني عشان يغطيها بالتأمين. فحسن النية دائما قائم في هالعقود. سمعت طبعا بعض من قصة الشخص المؤمن، المؤمن له سوى حادث سيارة وتعرض لأضرار بدنية وتعالج وتكبد مبالغ مالية في العلاج، وطلب من شركة التأمين تعوضه مبلغ مالي أو تتكفل بعلاجه، يقول والله في بند أو شركة التأمين رفضت الموضوع لأن العلاج كان أقل من 21 يوم. طبعا ما يقول نحن ما نقول في القانون أقل من 21، نحن نقول إذا برأ الجرح أو المرض أو شفي هذا الشخص قبل 21 يوم أو أن استغرق العلاج أكثر من 21 يوم، قد يدخل الشخص المستشفى يقعد يومين ثلاثة أيام ولكن العلاج استمر معه شهور أو سنوات. فمسألة أن والله 21 يوم يحصرها العقد، عقد التأمين ب 21 يوم، هو أنا أشوفه بوجهة نظري أن الشرط تعسفي، ممكن يعرض هذا الموضوع على القضاء والمحكمة بأكثر من نسبة 70% بتلغي هذا البند وبتعطيه التعويض عن الضرر اللي صابه. شركة التأمين ملزمة تغطي هاي الأخطار وتغطي أيضا مسألة الضرر اللي صاب هذا الشخص. نحن شركات التأمين عندنا نزاع في الدول اليوم ما تعطيك حقك كامل. الشركات الأجنبية في دول أوروبا وفي الدول المتقدمة عن سابقتنا في القانون تلاقي عندهم شركة التأمين تقدم لك الخدمة بدون ما تطلبها أنت، مجرد والله بلاغ أنا عندي حالة سيارة، جاتك الشركة قالك والله أنت فلان هاي سيارتك مؤمنة وعندك سيارة بديلة وعندك هاي مو كثيرة. حتى الأشخاص اللي هم يأمنون على الحياة، والله شخص مأمن على الحياة وتعرض هذا الشخص في عمله إلى فقد وظيفته أو تعرض لمشاكل في حياته،
تلاقي شركه التامين تغطي له ايجار بيته، تعطيه معاش شهري، تكفل بعلاجه. هاي الامور نحن لازمنا حديثين العهد فيها، لذلك مع الوقت ان شاء الله بتتطور. جزاهم الله خير حتى وزاره الاقتصاد والتجاره في دائما يبادرون بتسريع تطوير قانون التامين. زين بعمر، اليوم انا كمؤمن اليوم نعم. قاعد اواجه مشاكل يا اخي، سواء مع التامين الصحي، سواء مع التامين في السيارات، سواء ما ادري، بس هالتامينين اللي اعرفهم الحين حاليا نتعامل وياهم. طيب نعم. يا اخي ليش القانون ما يجبرهم بانهم مثل ما تفضلت وقلت، يعني انا اليوم يعني في مشاكل، انا بذكر يمكن حادثه صارت مع اخوي انا. يا اخي اليوم انت تتوقف، لا قدر الله عندك حادث وفاه مثلا، سويت حادث انت الغلطان ولا المهم انصب، تتوقف وتتبهذل ويحولونك النيابة ويبهذلونك البهذلة هذه كلها، ولازم تتكفل وتطلع، وشركات التأمين في بعض الأحيان تماطل مثلا في دفع الدية، أو أنت مأمن شامل طبعا وهم مفروض على طول يطلعون أوراق الدية، مفروض هم اللي يركضوا لك، مفروض هم اللي يسووا لك. طيب يا أخي هذه الأمور كلها بعدها يعني ما أدري، يعني نحن اليوم وصلنا الحمد لله رب العالمين حكومة إلكترونية لحكومة ذكية، الإجراءات كلها تطورت، ليش بعدنا ما زلنا في بعض الأمور مثل هذه اللي تمس الحقوق؟ خلنا نقول ليه اليوم نحن مش عارفين حقوقنا؟ هذه مسألة فعلا هي معضلة أنا حتى نواجهها في كثير من القضايا المرورية اللي فيها ديات. تلاقي في بعض القضايا بمجرد الحادث والوفاة قبل ما يسكر الشرطي محضر التحقيق تلاقي رسالة جاية من شركة التأمين، والله نحن نتكفل بدية هذا الشخص، لمؤمن لهم محددين أو أشخاص محددين. أما البقية تلاقيهم والله يراكضون محاكم ويشتكون على التأمين لما يطلع ورقة، هاي معنى شركة التأمين ملزمة. لا وأنت موقف بعمار، أنا عارف شو ذنبك. زين أنت الحين يا أخي أنت مش قالوا لك تعال أمن شامل على أساس أنك أنت ما تطيح في هالمشاكل؟ طيب يا أخي شو ذنبك؟ هالمشكلة مع شركة التأمين، شركات التأمين يعني للأسف يمكن شوية في تساهل في الرقابة على شركات التأمين. لو في قانون يخالف الشركات، شركة التأمين إنه والله شركة التأمين تأخرتي في تقديم الكتاب لشركة للنيابة العامة بتكفل بالدية، وهذا العقد أو عقد التأمين للمؤمن له أن يأخذ حقه في مسألة والله تغطية الدية، لو في رقابة شوي صار ما عليهم وفي تعويض يعاملون الكل. طيب عفوا أبو عمر معليش خذني عقد عقلي يا أخوي أنا ما أفهم. زين الحين مش النيابة والشرطة والمحكمة سلطات أعلى من السلطة هذه اللي هي شركات التأمين؟ طيب أنا اليوم أتوقف أسبوع وأسبوعين وثلاثة مثلا ولازم أكفل ولازم أحطي جوازي عشان أني أطلع، طيب هذا من يعوضني عن التوقيف هذا كله؟ أنا عارف ممكن حقنا النيابة يمكن ما لها سلطة على التأمين، والمحكمة لها سلطة على التأمين وصدرت فيها قضية أو صدر حكم في قضية معينة، لكن السلطة والرقابة طبعا هي فيدرالية أو وزارية تتعلق بوزارة الاقتصاد والتجارة، هي من تراقب يمكن شركات التأمين. مسألة التعويضات إذا شركة التأمين فعلا تأخرت عن مسألة سداد المبالغ المالية أو التعويضات المتفق عليها لك الحق تقاضيها وتطالبون بالتعويض. أنا عندي قضية أذكر في التسعينات نعم. إن نطالب شركة التأمين ما بسميها بدفع مبلغ بسيط لعامل شاورما، هذا الشخص تعرض لحادث مروري سيارة طلع على الرصيف ودعمته هو واقف في مكان عمله يدفع موظف عامل الشاورما يكون واقف على غريبه يدفع الشاورما. فمن قوه الحادث تم قطع ساقيه بتر ساقيه في عمليه جراحيه والشخص فقد وظيفته، وحاولنا والله قدر المستطاع مع شركه التامين نطلع اي مبلغ زهيد لهذا الشخص حتى بس يرجع بلده. شركه التامين عرضت مبلغ مالي ما يقارب 50 درهم وقلنا لهم خلاص الريال وافق على هذا المبلغ فطلعوا الشيك. استمرت الشركه ما يقارب سنة ونص تماطل في استخراج هذا الشيك. طبعا جاءنا للقضاء بمجرد تسجيل الدعوة شركة التأمين أودعت الشيك في ملف الدعوة، هذا الشيك تفضل يا جماعة الشيك هذا ما تم التعويض. زين والسنة ونص هاي منو بيعوضها؟ لا خلنا خبرك شوي. زين طبعا احنا ما قبلنا بالشيك وكنا حريصين كل الحرص ان احنا ما نبلغ شركة التأمين بموافقتنا كتابيا بقبولنا للعرض بالمبلغ المالي، لأننا توقعنا أن يكون هناك سبحان الله سوء نية في الموضوع ومماطلة حتى يتم إضعاف المبلغ المالي. فلجأنا للمحكمة واستمرت القضية 3 سنوات في المحاكم، لله الحمد كسبنا القضية ضد شركة التأمين، ولكن تم تكبيد شركة التأمين مبلغ 1,800,000 درهم تعويضات لهذا الشخص. سبحان الله.
إيه هم أساوي بعدين أساوي النية لكن سبحان رب العالمين جازهم. هذا الحكم طبعا كان من محكمة أول درجة واستئناف تم تأييده أيضا في محكمة التحدي العليا والشخص قد مبلغ كامل. جزاك الله خير. أبو عمر سؤال ثاني. الحين عندنا المؤمن إنزين تسبب في حادث والحادث في وفيات وهو بعد ترى اللي نسميه في القانون المؤمن له المؤمن شركة ثانية. إنزين المؤمن له هذا الحين هو مبين سيارته تأمين شامل وسوى حادث وهو تضرر في الحادث، هو عنده إصابات عنده عمليات عنده غيره تعطل عن شغله تعطل عن حياته يمكن مستقبله راح وايد أشياء، هذه يحق لي يطالب فيها شركة التأمين تعويضات؟ كل ضرر يصيبه كل ضرر يصيبه الشخص المؤمن له يرفع دعوة على شركة التأمين ماله يرفع دعوة على شركة التأمين الطرف الثاني إذا كانت موجودة يرفع دعوة على الطرف نفسه المؤمن له الشخص الآخر المتسبب هذا الضرر يجمعهم كلهم في دعوة لا نحن الفكرة السائدة عندنا أبو عمر الحين أنا مثلا مؤمن سيارتي تأمين شامل ولا قدر الله أنا تسببت في حادث وأنا الغلطان في الحادث دائما ربعنا وجماعتنا ومعظم الناس هذا الفكر السائد اللي عندنا خلاص أن التأمين مالي بيغطي الأضرار اللي على الطرف الآخر لأني أنا المتسبب أما أنا مالي حقوق هو يتحرى كذا ونحن نتحرى كذا فصح لي المعلومة هذه كل ضرر يصيبك بسبب الخطر هذا المؤمن دائما نقول المال أو محل التأمين السيارة أو المنزل أو أي ضرر يصيبك ثبت خطر وقع على هذا الشيء أو هذا المحل نقصد فيه المؤمن الشيء المؤمن السيارة أو البيت أو المستودع لك حق الطالب التأمين طبعا بوليص التأمين يكون موضح في هذا الموضوع مثلا عندك بوليص التأمين الخاصة بالتأمين الصحي يقولك أنا أعالجك وبحد أقصى مثلا $1,000,000 في أرقام موجودة أو أنا أغطي الديات حتى 1,200,000 هي موجودة في بوليص التأمين نحن مشكلتنا بعد ما نأخذ بوليص التأمين أو يمكن ما نستلمها نسوي تأمين عند بروكر في المرور ونأمن على السيارة نحط التأمين في الدرجة خلاص الورقة ضاعت ما أدري لا قرأ الورقة فيها حقوق أيضا بعض الأشخاص يسوون حوادث وهم أقل من 25 سنة عليهم التزام معين يستحملون تقريبا 10% بحسب اتفاق مع شركة التأمين فبنود شركة التأمين هي موجودة في الاتفاقية صحيح هو عقد بعام ملزم للأطراف إذا تمت الموافقة عليه ولكن إذا كان في تعسف في استعمال الحق في وضع الشروط هذه أو كان هناك أيضا شروط اتفاقية التأمين غير واضحة أو فيها غموض كلها تفسر لصالح المؤمن له جميل. نحن مشكلتنا شوي طيبين ونرضى بالقليل ناخذ حقك كامل شركة التأمين أرباحها بمئات الملايين في السنة جزاك الله خير يا أبو عمر جزاك الله خير على هالإيضاحات وعلى هالمعلومات هذه الله يسلمك إن شاء الله يطول لي بعمرك الله يحفظك يا أبو عمر حياك يا طويل العمر حياك طبعا جزاه الله خير أبو عمر المستشار القانوني المحامي عيسى بن حيدر وضح لنا كل هالمعلومات يمكن غايبة عنا أو مغيبة عنا أو نحن نغيبها إيه والله استوت مليون شوية شوف سبحان الله فإذا والله شوف بقوله بعد يعتمد على المحامي ترى الحين لو مو بن حيدر لو حد ثاني كان بيرضى بأي مبلغ وترى ساعات بعد فيه تلاعب يستوي تيك شركة التأمين ومعارف أنها بتدفع المبالغ الكبيرة تي ترشي المحامي تقولك والله نحن بنعطيكم مثلا 100-200 ألف ورضوا بالقضية وتنازلوا فأي المحامي يقنع الطرف اللي عنده لكن يوم تحصل المحامي مثل عيسى بن حيدر يعني جزاه الله خير وكثر الله من أمثاله ولا قصور في الباجين هنا الوضع شوي يختلف إنزين تشوف ضيعت عليه أبو حمدان تراك ماشي وقت إنزين نقول له نعم أبو يوسف الو هلا ابو هلا عبيد ابوي هي متصلين فيك تسمعنا زين ابو عبيد ابوي تسمعنا زين اقول لك اي اسمعك نعم اسمعك زين اقول لك الحين هاي السماعه من متى بدلوها قبل اي سماعه كنتوا تستخدمون عندي قبل سماعه قبل 6 سنين هاي حلا اسمع منها الحين هاي قبل 6 سنين ايوه فالحين قالوا لي سماعه انت كبرت شوي والسماعه يبغى تغيير زين مفروض الحين الجديد اللي حرك بحين هاي اللي قبل 6 ابوي عبيد هاي اللي قبل 6 سنين ما فيها مشاكل مول لا ابدا وتتبدل بطاريتها كل كم كل 6 ايام تبدل بطارية اذا خلص البطارية يعطيك انذار ربع ساعة يرد عقب ربع ساعة يعطيك انذار 10 دقائق يرد يسكت يعطيك انذار 5 دقائق يسكت كلش ما اسمعك عبيد
شو تقول؟ يوسف اسمعك اسمعك قول شو؟ اي هذا الجديد بطلع احسن من هذا، الجديد هذا اعطينا الحين اربع ايام بطاريه بدون انذار يعني على طول يسكت يسكت على طول يعني. زين. وثاني شيء عند كل سبع ايام يبقى سيرفيس. كل سبع ايام يسكت شو فيه؟ قال والله هذا وصخ قابض وصخ. وين يوصخ سماعة من اي يعني وين يوصخ هذا عليه؟ يعني سماعة هي ما تسوى شيء مو يوصخ ابدا يعني الاولي هذا الاولي عندي الحين اسامي الاولي انا. من تاريخ 23 من 23 ما اعطيه سماعة جدد من 23 رمضان اخترب. سويت لهم حق مندوب هم عندهم ورشة وين في برشة يقولون. ايوه. ما عندهم مكتب هم هذا القديم عندهم مكتب في شارع الرقا في طبيب وفي ثلاثة خبراء فنيين مال اللي يسمون لك الجهاز الجهاز وفي في في أخصائي للجهاز تشغيل الجهاز يعني محل محترم وقريب. زين الحين الحين هم موعدينك انك ابوي عبيد الحين انتم موعدينك بان بيوصلوك ناصر البدور؟ ايه ابغى اوصل ابغى اتصل صوتي لناصر البدور. زين هاي ناصر ناصر انا وصلت عمي. ها وصل وصلت عمرك وصلت. سلام عليك ابو ضاحي. سلام عليك مرحبا وسهلا عليكم. السلام جزاك الله خير على التواصل يا ابو ضاحي. طبعا معنا سعادة ناصر البدور وكيل وزارة المساعد جزاه الله خير في وزارة وقاية المجتمع. وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وزارة الصحة ووقاية المجتمع. كيف الحال يا ابو ضاحي شو اخبارك؟ الله يحفظك. اسمح لنا على الازعاج يا طويل العمر. الله يطول عمرك. العفو والعفو. الله يبارك فيك. ابدا ما في ازعاج هذا عملنا. الله يطول بعمرك. ابو ضاحي عندنا ملاحظة بخصوص السماعة هذه وهذه مشكلة الكل تقريبا كل اللي يستخدمون السماعات الله يعافيهم ان شاء الله. ان الشركة الجديدة هذه او السماعات الجديدة اللي استبدلتها وزارة الصحة مشكورة فيها مشاكل كثيرة محتاجة مثلا تبديل بطارية فترة أقل محتاج صيانة دورية ما فيها الكفاءة نفس السماعات الأولية رغم أننا نحن تطورنا مفروض يكون شيء متطور أكثر و... المفروض نعم. فما أدري الحين أبونا عبيد يعاني رغم أنه عنده سماعة من قبل ست سنوات وهي نفسها الحين يستخدمها يعني صحيح لأن تعود على السماعة يمكن السابقة. لا يقول الحين يا أبو السماعة بدلوا لي إياها بس يقول السماعة الجديدة فيها مشاكل كل أربعة أيام محتاجة تبديل بطارية هذيك لا كل تسع. أبوي عبيد وياي؟ نعم نعم نعم. هاي كل تسعة أيام قلت لي؟ أبوي كل أربعة أبو لي كل تسعة أيام. تسعة أيام وتعطيك إنذار قبل لا تفضي. يعطيك إنذار ربع ساعة رد يعطيك إنذار عشر دقائق رد يعطيك إنذار خمس دقائق. وين خدت الله يطول عمرك من وين خدتها من أي مستشفى؟ ناصر البدور. ايه ناصر البدور يكلم. السلام عليك. نعم ايش حالك؟ سلام عليك بوي. عليك السلام والرحمه الله يطول عمرك. انا ذكر ريان انا ليتك عند عيوني وعندي كارت مالك كارت مالك ضيعته الحين اعطي رقم مالك خلي اسوي شيء انا من عيني. ليش ضيعت الكرت عاده؟ الله يخليك يلا اقول لك بوي الحين سماعاتي من اكثر من 12 سنه. هي قبل 6 سنين اعطوني سماعه قبل 13 سنه اعطيني سماعه قبل 6 سنين اعطوني سماعه غير هاي اللي استعملها الحين. هذه فيها نعم. تقنيات عالية الحين الجديد مفروض تكون أحسن صح. من هذه مفروض تكون أحسن. نعم صار عليها أبديد لأن هذا ما في ولا شيء في النزال. أولا بطارية خلص كل أربع أيام. ثاني شيء بطارية خلص بدون إنذار ما في إنذار أبدا على طول يسكت على طول يعني. ثالث شيء صح. كل أسبوع يبالي غسيل هي لازم تغسل يعني عشان ما ترد أي ميكروبات. نعم انزين ان شاء الله. شهرين استعملتها انت تقول لي بتعود على القديم استعملتها انا شهرين استعملتها لكن سويت سويت ثلاث مرات ويسكت بدون انذار يعني ما في شيء يريح ال توقف مره واحده ما تعطيك هي ما تعطيك صوت مثل الاوليه. لا صوت فيه لكن مش المشاكل اللي فيه اكثر من الصوت. انا راجعت للطبيب بالمستشفى الكويتي براحه قالوا لي بوي هذا مو بعد انا هذا في الوزاره. انزين انت من وين اخذتها من اي مستشفى؟ من براحه بصير براحه ان شاء الله من عيني. انا باخذ رقمك من عند خليفه إيه. وبتواصل وياك بعد شوي ان شاء الله. انا بتاكد إيه انا بدي رقم مالك بتواصل وياك روح الحين الشركه الثانيه بعطيك رقم ماله بعد اذا تقدر مطول يعطون نفس الشركه لنا هذه ان شاء الله. ابوي عبيد ابوي عبيد موجود عبيد موجود ابوي عبيد اذا موجود فالك طيب بتوصلك السماعه لي عندك ان شاء الله من عيني. ابوي عبيد خلاص نحن الحين بنوصلك. ابوي عبيد ابوي عبيد اسمعني وياك ان شاء الله ويحفظكم ان شاء الله. الحين نحن ان شاء الله بنوصل رقمك لضاحي ابو ضاحي ان شاء الله هو بروحه بيتواصل وياك. مشكور يا ابو يوسف مشكور. الله يحفظك يا طويل العمر. الله يحفظك. حاضر حاضر يا عبيد حاضر يا طويل. الله يخليك طويل عمرك خليك الله يبارك فيك. اقول معروفين ما بيدور معروفين ما بيحتاج بعد
نحن نعرفه يعني. عفوا طال عمرك. العفو. في خدمتك. الله يبارك فيك. خدمتكم إن شاء الله. أنت وإخوانك الله يطول. جزاك الله خير. جزاك الله خير أبو خالد. حاضر يا أبو الله يطول لي بعمرك. بشوف أيضا مشكلة السماعات الجديدة زين يوم نبهنا جزاه الله خير. نعم. إذا في كان أبديت لأن دائما هو اللي يستعمل السماعات الأند يوزر لازم إحنا نعرف من مستعمل السماعات. الطبيب دائما ما يعرف شو مشاكل أي جهاز. نعم. نحن يوم نأخذ التليفونات نحن اللي نبلغ الشركة بعدين هذا في خراب وفي خراب. نعم. فهم هم اللي يعطونا تعرف الانديكيشن هذه اللي هي الإشارات على أن الأجهزة هذه الجديدة اللي اشتريناها يكون فيها بعض المشاكل بس بنتأكد شو المشاكل. جزاك الله خير. مضاحي بعد كان نقول أن متأهدة. أن الخدمات اللي تقدمها الشركة هذيك أن في عندهم دكتور يفحص وهذا فما أدري المشكلة يمكن في في المورد نفسه. فبعد أتمنى تأخذ المورد. في عقد بيننا وبينه دائما. أيوة هذا هو. تكون عقود طبعا فيها شروط. نعم. أصلا لو الجهاز ما كان يشتغل بنفس الكفاءة. التشغيل ترى أنه نفس الكفاءة. نعم. يرد عليهم ويقول لجهاز ثاني ويسوون لقياسات والمفروض المندوب يروح لين عندهم طال عمرك يسوي زيارات أسبوعية. أيوة. بنتأكد إن شاء الله. جزاك الله خير يا أبو ضاحي. تسلم يا طويل العمر. شاكر لك. الله خليفي جزاك الله خير طرش. إن شاء الله فارق طيب. الله يجزاك الخير. الله يحفظك يا أبو ضاحي. الله يوفقك إن شاء الله. جزاك الله خير. كثر الله من أمثالك. الله يحفظك. طبعا كان معنا سعادة ناصر البدور وكيل وزارة المساعد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع. شو بتصل في منه؟ لا 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 تصل. ماشي وقت. خلي باكر. بحمدان أنا على موعد وياك باكر إن شاء الله. وبناخذ نصيحتك ان شاء الله وبنعيد الحوار اللي دار بيننا. فالك طيب يا ابو حمدان لانه ما ابغى اهضمك حقك. وثاني شيء موضوعك وايد مهم على ما اعتقد يعني لانه يمس نرجع نقول يمس انا بالنسبه لي يمس الدوله. ليش؟ لان نحن كدوله مكونين من مجتمع والمجتمع مكون من اسر وافراد. فاذا في مواضيع تهم الاسر والافراد فهي معناتها تمس الدوله. فلذلك نحن ان شاء الله راح نتطرق للموضوع باكر إذا الله راد والله أعطانا عمر واسمحوا لنا على الإطالة. وأن أخطأت فمن وأن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وأن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ومن جهلي. كل الشكر والتقدير للإخوان اللي تواصلوا. أعتقد أن الرسائل كلها قريتها. متكلمك أبو خليفة وأخوك الصغير حميد. زين حميد حميد باكر 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 تواصل يعني يا حميد. زين يا ليت تسعفونا برقم الخطاب إن شاء الله باكر. عندي شكوى على زين عندي شكوى لهيئة الطرق والمواصلات بخصوص مدخل مدينة مجان والبراري بدبي وجزاكم الله خير. زين لو تكرمتوا رقم عيسى بن حيدر. زين رقم المكتب عاد باكر الحين ما عندي الوضع. في الختام تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني والإخراج الإذاعي كان معنا خليفة العنزي في الإعداد والتقديم يعقوبي وصف العوضي. ومثل ما نقول دائما اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وأولياء عهودهم وشعب الإمارات والمقيمين على أرض الإمارات من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.